الأهلي يدع قدما في دور المجموعات بعد فوزه على سان جورج الإثيوبي بثلاثية رائعة في مباراة الذهاب. كابتن قدم واحدة؟ معلش ما... لا ما... انا مستني مباراة تانية. قدم واحدة ما بيقدرش غير لما تلعب قدم واحدة. طب اتفضل يا كابتن شريف. اتفضل كابتن شريف، الف مبروك. الله يبارك فيك. هي الأهلي تناول مباراة بحرفية واستحواذ. مبروك اولا، مبروك عليه المباراة الاولى، وان شاء الله المباراة الثانية بعد ما شفنا المستوى بتاع فريق سان جورج اكيد اكتسبنا حاجات كتير جدا، واكيد مستر كولر هيكون ليه تعامل مع المباراة الثانية بارتياحية كبيرة جدا، وفي فرصة كبيرة للعيبة اللي هي اعتقد ما بتشتركش بشكل دائم ان هم هيكون رجليهم في الملعب باذن الله المباراة الجاية، ودي حاجة من المكاسب بتاعة المباراة النهاردة، انك هتشوف اللعيبه اللي انت نفسك تشوفها، اللعيبه اللي هي راجع من اصابات والكلام ده، فعندهم فرصه كبيره جدا برضو يكون لهم اشتراك. مش بتفتكر ممكن مستر كولر، مش بمعنى ان احنا بنتكلم على فرقه يعني بعيده خالص. لا هي بعيده خالص. يعني انت قصدك ان النتيجه صعبه يعني عليهم خلاص، النتيجه صعبه الاهلي حسم الامور بنسبه كبيره جدا، النتيجه صعبه، واكيد هم المره الجايه ما عندهمش حاجه يبكوا عليها. الشكل الدفاعي اللي انت شفته النهارده ده مش هتشوفه، هتفتح هيفتح خطوطه وهيحاول يروح على الناحيه الثانيه، خاصه ان في اخر الماتش جات له كورتين في المباراه ولا حاجه كده، راح الناحيه الثانيه وشفناها عند منطقه جزاء. بس دي معظمها اخطاء مننا يعني، تمريرات مقطوعه بس انت لو المدرب دلوقتي بتاع سان جورج هتعمل ايه؟ ما عندكش حاجه ثانيه تعملها تبكي عليها، هتعمل وجود بقى، اداء بقى لنفسك انت، تعمل خطوط تطلع لقدام، تعمل اي حاجه تحطيها بالك، عايز حتى لما يرجع بلده يقول انا حاولت، اتفاجئت بمستوى بطل افريقيا الحقيقي وحاولت وانا بلعب على ارضهم، مع ان ارض الملعب النهارده يا ايمن في مصلحته، ارض بيلعب على ارض كويسه جدا، اعتقد انها مش عنده هناك في ملعبه، يعني اللعيبه هنا بتلعب على ارض سويه جدا، يقدروا ينقلوا فيها كوره، يقدروا يطلعوا امكانياتهم، ولكن الفارق بعيد قوي، الفارق بين الاهلي وبين الفرقه دي كبير قوي. هقول لك الاجمل، الفرق بين الاهلي وبين افريقيا كلها ما يجيش جنبك غير سان داونز في المستوى. انا وانا بلعب مع افريقيا اكسب سان داونز سهل جدا ان انا احتفظ بالبطوله 12 ان شاء الله. انا مش شايف حد قريب من النادي الاهلي، لو تبص كويس قوي كده تبقى انت في ظروف عاديه وانت بتلعب في افريقيا المستويات بعيده. ما حدش، احنا ايام ما كنا بنلعب زمان كانت نص الفرق اللي بتلعبنا كلها منتخبات، يعني تلاقي كاميرون، تلاقي غانا، تلاقي الفرق دي كلها كوت ديفوار، يعني لعيبه منهم احترفوا كمان، يعني بيطلعوا بعد ما نلعبهم نلاقي يوسف فوفانا ده بيلعب في فرنسا، جورج وايا، جورج الحسن اللي جه عندنا ده قبل كده، كانت لعيبه عادي بليه، يعني كانت لعيبه بتلعب في افريقيا لعيبه مصنفه حاجه ثانيه، كنت بتشوف ماتش الاهلي والكاميرون، الاهلي وغانا، الاهلي كوت ديفوار، في ماتشات كبيره جدا زي المنتخبات بالظبط، كانت الكره من ايام السبعينات والثمانينات كانت حاجه ثانيه. دلوقتي انت بتحضيرك وباعدادك والعمل على اسم ناديك الكبير بيخليك في شكل تحضير واعداد دايما لهذا الشكل اللي انت شفته، امكانياتك فرقه كبيره كتير قوي عن اي حد تاني، وبقى عندك سكواد كويس جدا. انا مبسوط من التغييرات اللي عملها النهارده لرؤيه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنها، يعني كريستو النهارده الدنيا كلها عايزه تشوف مين محمد كريستو ومقدار كريستو ده، ياخد مساحه كبيره يلعب. هنتكلم في التغييرات بعد كده. لا مش قصدي يعني النهارده كان دي الايجابيات ان انت تتعرف، تدي فرص عن طريق مستوى فرقه سان جورج، وانت اللي خليت الماتش بتاع كل هجمه واحنا قاعدين انا وانت بنقول لك لازم يبقى هدف، يعني انت لو بتلعب في هدوء ورؤيه وسرعه سنه لازم كل كره بتروح على الناحيه الثانيه زي الكره اللي احنا شفناها في العارضه، طن بخ بم بم، الكره الثانيه بتاعتك انت اللي عامل الشو، انت اللي عندك كل الامكانيات، حتى الجون الثاني اللي جابه حسين الشحات في هدوء تام وبيوقف الكره وعنده الرؤيه والراجل واقف مرعوب منه، راح مصوب الكره بس ناحيه الزاويه رايحه جون، كل كره كده، نفس الكره بتاعت عبد القادر، وكل كره ممكن تبقى كده، فممكن الماتش اللي جاي انا كميه اهداف لو لا الماتش الجاي اللعيبه نفسها هتبقى حاسه بالتقصير اللي هم عملوه النهارده، يقول لك ازاي احنا كنا بنعمل كده، منهم كهربا، يعني لو هيبتدي الماتش الجاي وهيكون ليه وجود اكيد هيبقى حاجه ثانيه خالص.
باذن الله. مبروك النهارده وقبل الماتش الجاي ومبروك الوصول باذن الله يعني. الله يبارك فيك كابتن. الف مبروك كابتن علاء. طبعا فوز مستحق وتقريبا بنسبه 99.9 النادي الاهلي حسمها يعني. مبروك التاهل دور المجموعات. مبروك الفوز النهارده وشوط تاني مغاير تماما. حركه اكتر من غير كوره، تمرير لحد ما كله مظبوط. خلق فرص كتير قوي في الاخر. هي في الاخر الكره امكانيات، انت امكانياتك عاليه جدا جدا جدا. ما كانتش ظاهره الشوط الاول، كان في بعض الاخطاء. الشوط الثاني تخلصت من الاخطاء دي، فانت واضح المستوى ما فيش مقارنه، مع احترام الكامل لسان جورج، ما فيش مقارنه بين النادي الاهلي وفريق اثيوبي خالص من اي وجه خالص بعيد، لا بعيد كل البعد. فطبيعي ثلاثه كانت ممكن تطلع النهارده خمسه مثلا. فخلاص الحمد لله التاهل لدوري المجموعات، هي مساله بس 90 دقيقه المباراه القادمه ان شاء الله يوم الجمعه وخلاص. لكن كتاهل لا، مبروك للنادي الاهلي. واداء الشوط الثاني، لا اداء الشوط الثاني احسن. واعتقد ان شاء الله النادي الاهلي لو بدا يوم الجمعه ان شاء الله بدايه الشوط الثاني دي بتبقى الشوط الاول، ممكن النتيجه تبقى 3 4 5. لان انت كمان انت هتلاعب فريق يعني النهارده لو كان بيفكر في حاجه 5% هو ما عندوش خلاص، حتى ال 5% دي بقت ماينس. لو اتغلب 3 المفروض على ارضه. صح. ما تغمضيش عينك وتقعد تقول عايز تقول اتفضل. قال لك كابتن شريف، قال لك هو ما عندوش حاجه يبكي عليها بقى، فعايز هو بقى ما لا ثانيه واحده، ده انا بقول لك كمان هو لو عمل كده هو ده يعني عايز يعني هنروح للسته والسبعه. بص ما عندوش حاجه يبكي عليها دي، لما يبقى فريق كان بيحاول وكده ومش قادر، فما عندوش هو ما عندوش حاجه يعملها مش يبكي عليها. ده فريق محدود الامكانيات تماما دفاعيا هجوميا. اللي ما عندوش حاجه يبكي عليها ده يبقى عنده حاجات بس قلقان. فاما يبقى القلق يروح فلا كل في الكل. هو ما عندوش دي. حتى لما بيحاول على استحياء تماما، هي امكانيات لعيبه في الاخر. لا هو امكانياته محدوده تماما. انت امكانياتك ما شاء الله كل حاجه. فتلاته النهارده قليل على ماتش النهارده، لكن في الاخر دي مباراه الذهاب المفروض يعني 3-0. فتخيل فريق هيلعب يعني، هو جاي لك بقى القاهره هيلعبك الجمعه خسران 3 على ارضه، وعارف ان هو تاكد ان مفيش يعني مفيش نسبه ولا حاجه خالص ايمن ان هو ممكن يبقى حتى مجرد يعني يبقى ند النادي الاهلي. مفيش نديه خالص. كورتين النهارده الشوط الثاني غلطه من الشناوي والحمد لله لعبت على خير، وكره ثانيه الشاطر بس. واحنا اللي عاملين الحاجات دي على فكره، انت فاهمني؟ انت بس شويه طمع في الهجوم قوي، فسايبين مساحات، فده مقبول. انت مش يعني مقبول في ظروف زي مباراه النهارده دي، في حاجات انت تقبلها مش هيحصل حاجه خالص. فبقول لك مباراه التاهل الحمد لله تماما، انت الحمد لله متاهل. مباراه الجمعه فرصه لكولر يعمل هو عايزه، يبدا بمين، يريح مين، يدي مين، يقعد مين، يقسم المباراه زي ما هو عايزها الاوقات. هو خلاص ارتياحيه تامه من التاهل. أيوة. لكن بعد كده يبص بقى عايز يعمل ايه الجمعه، عايز يريح الشناوي، يدي لشوبير، يدي مصطفى شوبير، عايز يبدا بعبد القادر من الاول، عايز يبدا بكهربا، عايز يريح بيرسيتا. كل الامور وكل الاختيارات قدامه بارتياحيه. هنتكلم فيها كمان شويه. انا بقول لك عامه يعني انا بقول لك حتى لو هو بيفكر ليوم الجمعه في فرص. فرص كتير قوي. بص يا ايمن، كل الامور متاحه ليك يوم الجمعه، اعمل اللي انت عايزه. تدي فرص، عايز حد تدي له اوقات زياده، واحد لسه راجع من الاصابه عايز تدخله في مباراه، عايز تدي لصلاح محسن مباراه اكتر، يعني كل حاجه متاحه. لانك انت الهدف الحمد لله تاهلت، هي بس مساله 90 دقيقه، لكن تاهل خلاص انتهى الحمد لله. فانت ريحت دماغك من الموضوع ده. بعد كده احسن حاجه المدير الفني يشتغل من غير ضغوط. كولر بمباراه النهارده والمكسب، المباراه القادمه مفيش ضغوط تماما بالنسبه له. هو في ارتياحيه تامه، يبدا يفكر في مباراه كويس قوي، ويبدا كل حاجه هيعملها اللي هو هتبقى ايجابيه. ايوه يبدا باللي عايز يبدا بيه، اللي عايز يريح يريح. لكن هو الحمد لله تماما. الخطوه اللي هي العاديه بالنادي، عشان بس يعني عشان محدش يفتكر احنا عملنا حاجه، الخطوه العاديه الحمد لله للنادي الاهلي التاهل للمجموعات. دي خطوه ده وضع طبيعي الحمد لله مفروغ منها للنادي الاهلي من زمان. التاهل دي حاجه مضمونه، لكن هو ما بيفكر فيما بعد ذلك. ان شاء الله تبقى الامور بالنسبه له تمام باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك. زي ما قلنا كده الاهلي ان شاء الله في دور المجموعات ان شاء الله. مش انت قلت قدم بعد واحدة. بعد ما هو مستنيين المباراه الثانيه ان شاء الله. بعد المباراه الثانيه بس يعني بنسبه 100% الاهلي في دور المجموعات.
بنسبه ولو بنسبه كبيره دلوقتي في دور المجموعات ان شاء الله. بنسبه 100% ان شاء الله في دور المجموعات. مبروك للنادي الاهلي، مباراه كبيره ومباراه سهله. الشوط الاولاني كان مقفول شويه لان هم لسه في بدايه الماتش وبيلعبوا بتحفظ وتكتل، رغم ان احنا اتخلق لنا فرص، لكن برضو الماتش في قفله شويه، في تكتل دفاعي شويه. لما جه الجون الحلو لحسين الشحات، احنا قلنا الشوط الثاني غالبا هيحاولوا يعني يتقدموا للامام ناحيه مرمى الشناوي فهيحصل مساحات كتيره، وده اللي حصل الشوط الثاني. الماتش اتفتح تماما، بقى بكل سهوله النادي الاهلي بيوصل للمرمى من كل الاتجاهات. يعني احنا يمكن قلنا الشوط الاولاني كان ناحيه الشمال شويه هي اللي مركزين عليها، الشوط الثاني كمان ناحيه اليمين اتفتحت خالص، نص الملعب سيطره تامه من لعيبه النادي الاهلي، الوصول سهل جدا للمرمى، ضيعنا فرص كتير. يعني يكفي في اول ما انت نزلت الشوط الثاني كره رامي في العارضه، كره لامام في العارضه، كره الكهرباء انفراد لحسين شحات لعبها له، كل ده راسيه رامي ربيعه، راسيه رامي، كل ده في 5-6 دقائق بالظبط. يعني كان ممكن اول 5-6 دقائق في الشوط الثاني كانت النتيجه تبقى 3-0 او 4-0. فالماتش اتسهل، ولاعيبه الاهلي بتلعب اريحيه كبيره جدا، و قدروا يوصلوا المرمى سان جورج بكل سهوله، وفرص كتيره بالجمله ضاعت، وجابنا جون حلو قوي لحسين الشحات الجون الثاني، وثم كره عبد القادر اللي في الاخر اللي برضو قبليها مضيعين 3-4 فرص مؤكده. يعني فهي مباراه كانت سهله، واحنا قلنا في المشاكل اللي زي دي 2-0 غير 3-0 بايه؟ يعني بان انت بعدت خلاص الفرقه دي خالص بنسبه كبيره جدا، وحتى لو 2-0 رغم فرق المستوى ده اللي احنا شايفينه، وحتى لو لا بس احنا واحنا بنتفرج بره يعني 2-0 كنا متضايقين شويه ان الماتش خسران 2-0 بس، لا خسران 2-0 بس يعني. متضايقين مش عشان الاهلي هيخرج من البطوله، لا متضايقين طبعا. ان الاهلي مفروض مع الفرص دي يجيب اجوان كتير من كده مظبوط، لكن مش هتبقى مؤثره في الاهلي في ان شاء الله في دوري المجموعات، ولا سواء الماتش خلص 2-0 او 3-0 الاهلي سيطر على الشوط الثاني تماما، وموضوع كان سهل، والكلام ده كلنا قلناه قبل اللقاء، لكن الفرق ايه؟ احنا قلنا عايزين نشوفه على ارض الواقع. يعني احنا من قبل اللقاء لما كلنا اتكلمنا قلنا الفروق كبيره بين الاهلي وبين سان جورج، خبرات 11 بطوله هنا ما فيش حاجه، لعيبه دوليه لعيبه دوليه هنا 10 12 لعيب دولي هناك ما فيش حاجه، تمرس في البطولات والبطولات الانديه العالم وافريقيا وعربيه بعاد خالص، بس كنا عايزين يتحقق على ارض الواقع. لما شفنا الماتش في بدايته قلنا لا الامور شكلها رايح لكده، وفعلا ده اللي حصل صحيح. والنتيجه كانت ممكن تتضاعف، يعني هي 3-0 بس كان بكل سهوله تخلص 6-0 او اكتر كمان، يعني بكل الشوط الثاني بكل سهوله يطلع 5 تجوان او 6 تجوان الشوط الثاني بس. ايوه فمباراه جيده للنادي الاهلي، وبقت في راحه لمستر كولر زي ما علق قال وشريف، يعمل اي حاجه في الماتش الجاي، عايز يدي لبعض الناس يريح بعض الناس متاح لي من اول الماتش، يعني مش ضروري يعني من بدايه شوبير مثلا، يعني مثلا ممكن شوبير يلعب، بس مش هيغير جلد الفريق تماما يعني. لا ما قلناش يعني جلد، ما تقوليش ان هو مثلا هيغير 10 لعيبه مثلا، ما قلناش 10، لا ما قلناش 10، ما قلناش 10 لعيبه، بس يعني متاح عنده، يعني ما تقدرش تلعب 3-4-3، لا لا تلعب 3-4-4، لا 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 ما كانش على طريقه اللعب، انا بتكلم على عناصر. ايوه عناصر، لا مش هيغير اي حاجه، مش هيغير ال10 طبعا، بس يعني متاح قدامه. السنة اللي فاتت داخل عايز عايز اغير الطريقه، انا بطبعي هجوم دفاع، متاح قدامه نغير 3-4 لعيبه مثلا في بدايه الماتش، وبعد كده ممكن يغير تاني الشوط التاني. عايز يبتدي بالاساسيين شوط ويلاعب الناس، يعني اقصد الـ ما بقاش مضغوط فنيا انه قلقان على الماتش. ايوه فخلاص الامور بقت
سهلت بالنسبه له. فنتمنى نشوف ناس تانية الماتش الجاي من بدايته اذا امكن يعني، وان شاء الله النادي الاهلي خلاص في دوري المجموعات باذن الله. باذن الله رب العالمين. طيب روح بقى كابتن عادل تعال ملك الواقعيه تعال جينا. الف مبروك كابتن. نقدر نقول كده ان الاهلي حسم الصعود لدور المجموعات بنسبه 100%. بمعنى يعني المباراه الثانيه ايوه يعني لعبنا الماتش الثاني. لا يعني احنا النهارده الجمعه. لا عسل كده هي دي بقى. لا بص بقى. انا مدي لك على قد اللي انت بتقول انت عايز. خليني اقول لك. لا خليني اقول لك حاجه اتفضل. هو 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 ليه لما نيجي نلعب مثلا فرقه تبقى قويه جدا والنادي الاهلي يتعثر معاها او يبقى في مباراه فيها صعوبه وكده، احنا بنقول ان النادي الاهلي او الفرقه، ما بنقولش الفرقه قويه، احنا بنقول النادي الاهلي كان وحش النهارده. أيوه. تمام. النهارده فرقه متواضعه صح، لكن النادي الاهلي وصلها للتواضع الاكبر من البدايه. للتواضع الاكبر، حطهم في حجمهم صح. ما هو انت ممكن في ان يعني هو مش البني الاثيوبي خرجنا قبل كده وكنا، بس كان ده كان ليه ظروف وكان لينا فرقتين وفرقه بره وفرقه فيلا الاوغندي ما خرجناش احنا قبل كده، واحنا كنا اللعيب اللي عندنا بالفرقه كلها لما تعادلنا هناك فيها كل حاجه يعني كره القدم. انا مش بتكلم على المباراه دي بس انا بكلمك على فلسفه الكوره دي رقم واحد. رقم اتنين، انا من مدارس اللي هي استفاد بكل حاجه لان ده تيم كوره كبير النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يرضى انه يبقى تاني ولا يرضى انه ما يكسبش المباريات. حتى لو انت بتلعب ريال مدريد كان عندك امل، ده اللي اتزرع جوانا، عندك امل انك انت ممكن تشتغل مع ريال مدريد وممكن تكسبهم، وانت في مباراه وديه كسبتهم قبل كده في رسميه هم كسبوك ماشي اوكي، وكنت عامل معاهم جيم مش بطال وجيم كويس. علشان كده بقول لك ان طموحاتنا احنا كنادي او كفريق كوره انت طول الوقت بتشتغل بجديه. في الكلام اللي انا بقوله انا بتكلم على الجديه في العمل، ما بتكلمش دايما على ان الفرقه دي ايه ولا الفرقه دي مش ايه. انا جديتي في العمل ان كمان تبقى عندي، يعني انا النهارده مش راضي بالثلاثه مثلا. ايوه يعني انا النهارده مثلا لو انا ماسك الفرقه ممكن ادوس عليهم شويه، ادوس على اللعيبه، لان تكسب 9 تكسب 10 تكسب، طالما انت قادر على انك تكسب تشتغل. فده درس كويس للاعبين، مباراة جيدة انك انت كمدرب تقول لهم وتشتغل على حتة انك انت، مش بتكلم على طمع كرة القدم، بتكلم على انك انت لازم تستفاد. احنا عندنا عيب خطير في الكرة المصرية طول عمرنا، ان انت لو كسبت واحد او اتنين بتحس ان انت عملت كل حاجة، تكتفي. انا كنت عايز 5 و6 و7 وكنت تقدر، يعني انا عنوان الشوط الثاني الفرص الضايع، انت كنت ممكن تجيب 7 8 تجوان. حاجة تانية مهمة، أنت بدأت في عندك لاعبين كبار، أنت متخيلهم إن هم في المستوى الأعلى هيعملوا لك حاجة كويسة، أنت بتعدهم من دلوقتي. طب أقول لك حاجة، دايما أفريقيا لما بتيجي تلعب مباراتين بتبقى مباراة واحدة، إحنا بنقول الشوط الأول والشوط الثاني صح؟ أنت الشوط الأول خلصته وإن شاء الله توصل، أنا مش دعوة بالنتيجة بس أنا بتكلم ايه الدروس اللي هتستفاده من الشوط الثاني اللي هي المباراه الثانيه. كويس. الدروس اللي انت هتستفادها ايه، اللي انت استفاده انك انت هتضيفها لفرقتك في المباراه القادمه، انك انت ممكن تساعد نفسك وتلعب اكتر من لعيب، في لعيب ياخد الثقه، في لعيب ياخد لياقه مباريات، في لعيب ياخد خبرات زي مثلا مصطفى شوبير. فهقول لك حاجه، الى الان انا ما اعرفش فلسفه كولر، يمكن فلسفه كولر فاكر لما كنا رايحين نلاعب سان داونز كان عندنا مباراه قبلها بثلاث ايام، كان المقاولين العرب، قلنا قبلها بيومين وقلنا والناس كلها خمنت انه هيريح اللاعبين، ما ريحش اللاعب بيوم. فلسفه الاجانب غير فلسفتنا في الحته دي، يعني ممكن تلاقيه بيلعب الاساسيين المباراه الجايه او بالمعنى رغم، انا مش هتفاجئ لو مستر كولر لعب الاساسيين الماتش الجاي. رغم يا كابتن ان الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ما فيهوش اساسي واحتياطي، في ظروف وحاله
يعني اقول لك حاجه، قفشه طول عمره بيلعب اساسي، حاله ممكن يكون فتره احتياطي، عبد القادر اساسي، حاله يبقى طاهر محمد طاهر، برستاو، كهربا، شريف كان لما قبل ما يمشي، يعني انت بتتكلم على عبد المنعم احيانا بيبقى بيقعد بره، فانت بتتكلم على نادي كبير زي النادي الاهلي. المباراه دي الحمد لله عملت شوط اول كويس، رغم ان انت عندك النهارده كان لازم تحرز اكتر من اهداف. المباراه القادمه ليها اهداف اخرى غير الصعود، يعني احنا دايما بنشتغل على المباراتين بهدف واحد. بس انا هقول لك حاجه، احنا شفنا تغيير برضو النهارده مثلا في طريقه اللعب من الدقيقه 66. ما هو ده برضو ممكن يكون فكر مستر الكولر، ان انا هغير الطريقه، هلعب بطريقه ثانيه. كنا بنلعب 4-3-3 بتواجد امام عاشور، لا سحب امام عاشور، دخل محمد مجدي قفشه، غير طريقه اللعب، بقى محمد مجدي قدام ديانج ومروان عطيه، فغير اسلوب اللعب. هو ده هدف برضه من ضمن الاهداف اللي انت بتتكلم عليها للماتش الجاي. ده كابتن ايمن اللي احنا بنتكلم عليه، ايه المباراتين افريقيا دايما في الذهاب والاياب كان احنا ما بنبصش الا على الصعود، فانت بتعمل استراتيجيه الصعود اللي هو ايه، انك تروح بره تعمل نتيجه ايجابيه، تيجي هنا تكسب، تعمل هنا نتيجه ايجابيه تساعدك بره انك انت تتخطى الفرقه. لا، ده المباراه دي هتتغير استراتيجيتها، اتغيرت نصها في البدايه اللي هو انت بتلعب على ملعبك، ده ملعب الخصم، فدي بتديك اريحيه. يعني انت لو النهارده بتلعب في سان جورج في اثيوبيا كنت هتلعب دفاع اكتر من كده، كنت هتلعب بطريقه اخرى عن كده. هتلعب 4-3-3 مش هتغير، ولكن هيبقى عندك ثبات، عندك دفاع كويس، هتدافع كويس عشان تعمل نتيجه ايجابيه. انت غيرت استراتيجيه المباراتين، هاجمت من النهارده عشان بتلعب على ملعبك. المباراه القادمه الاستراتيجيه الثانيه ايه؟ انك انت هتحضر لعيبه. لو انت ما حضرتش لعيبه يبقى انت بتجهز لعيبه. ما هو الامر في الاخر مجموع المباراتين. انت الحمد لله باللي حصل النهارده انت وصلت لمرحله كبيره قوي في الصعود، طالما ما اكتملتش 100% خلاص مفيش حاجه اسمها لسه الماتش الثاني. ما انت ما لعبتش الماتش الثاني، يعني ملك الواقعيه. لو لعبت بالاحتياطي هتكسب، لو لعبت بالناشئين هتكسب، يعني بس من الموضوع مش كده يا كابتن، الموضوع مش كده. الموضوع طبعا. انت نفسك في ارقام بتتعمل، انت ممكن تشتغل على الارقام. النادي الاهلي طول عمره بيعمل ايه؟ افضل فرقه بتجيب كذا هدف، افضل فرقه افضل فرقه كسبانه. يبقى انت الاهداف دي ما ينفعش انك انت تحذر منها ولازم تلعب عشانها. صح. انت السنه اللي فاتت من اهم الحاجات اللي جابت لك شبه اجهاد انك انت كنت عايز توصل لرقم كبير في اللبنان في الدوري، فاكر؟ فانت ما هو الانديه الكبيره كده، ده بعد ما كسبت الدوري. ايوه طبعا، ما هو الانديه الكبيره يا كابتن غير الانديه الصغيره اللي هي بتشتغل على ايه؟ على انك انت تبقى فرحان. يعني انا النهارده مثلا طالع كسبان 3، ليه انا بقولش 7-8؟ يعني اقول لك حاجه، في اوقات مدربين ومرنونا كانوا بيدونا خصومات. انت فاكر ماتش 4-3 بتاع الاسماعيلي الفاينل الدوري وخدنا الدوري؟ كابتن طارق سليم الله يرحمه، احنا بنحتفل ان خدنا الدوري، ادى للفرقه كلها خصم. ايوه ليه؟ طب الدوري خلص بس دخل فيك 3 جوان، هو الدوري خلص خلاص انت اللي خدته، وكان ماتش فاصل. لكن ده درس لايه؟ انك انت الفتره الماتشات اللي جايه ما يدخلش فيك اهداف لانك كنت كسبان فحطوا فيك 3. فالحاجات دي التغييرات في الماتش ده كانت مؤثره. هي اللي عملت الفرق، هي اللي عملت الفرق. تجري التغييرات. طيب ما انت نزلت جبت جون، التغييرات حلوه اهي. ايوه صح، يعني حاجه كويسه. انت ضيعت جون يا ضيعت جون ساعتها، بس انقذت 15 جول. ايوه صح. المهم في الاخر الامر ايه يا كابتن؟ انت المباراه القادمه برؤيه مستر كوره هيلعبها باعصاب اهدى وافضل، وممكن يديك وجوه جديده انت ما كنتش شايفها، وفرصه جيده قوي. هنقول كل واحد رؤيته ايه الماتش الجاي، ومين اللي يلعب، مين اللي يريح، ومين اللي يقعد. بس شيل ال 100%. لا ماشيش ال 100%، ما تقولش 100%، لان المباراه الثانيه لم تلعب بعد. بس ما كده. تقولش 100%. لا هو ده الكلام. طيب احنا بص يا كابتن شريف، الجول اللي جابه حسين شحات النهارده، الجول الاول، يمكن جول احرزه قبل كده حسين الشحات بنفس الاسلوب، يعني حتى ان شاء الله يكون معانا ويجيبه لنا، كانت في اول موسم لحسين الشحات اهي، هو نفس الجول قدام المقاولين، هو نفس الجول اهي. صوره ايه يا شاي راجل بيكرر نفسه.
دي قربت شوية بس بنفس الأسلوب. ده في أول موسم لحسين الشحات مع النادي الأهلي قدام المقاولين 3-0 النادي الأهلي. حسين الشحات بس النهارده أصعب على فكرة. يا مظبوط أصعب من دي شوية. النهارده جملة كويسة من جميع الوجوه. بس هي بنفس الأسلوب وبين رجليه. بس الحاجة مشتركة بطن رجله في البعيد. على تحضيره المسافة اللي اختلفت. تحضيره في الاختراق. بس هي مسألة. زميلنا العزيز حازم البرعي هو اللي افتكر الهدف ده. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وحسين الشحات ده اتفضل. شاكين يا حاج. حسين الشحات اكبر صفقه تسويقيه موجوده في النادي الاهلي. مفيش حد جه مقارنه بيه باي حد كان معدي ال 160 مليون جنيه وحاجات كده ساعه لما كان اول ما جه. وانا كان فاكر كويس قوي في الوقت ده انه لعب قدام ريال مدريد في بطوله مع العين الاماراتي. مع العين الاماراتي وخد العين كمان. ادم جبت العين خد العين يومها ولعب قدام ريال مدريد مباراه كبيره قوي وبعدها انتقل للنادي الاهلي. راجل كان بيلعب في كذا مركز مش مركز واحد يعني. وعنده من الفرديات عالي جدا. فمش بس من الغريب طبعا. لا مش من الغريب. انا هقول لك بس سيبنا نكمل عشان عندي مقارنات طيب. بينه وبين لعيبه ثانيه. ماشي مش من الغريب اللي انا شايفه في حسين الشحات ده كويس. بل بالعكس ده الطبيعي ده زيه زي مين بقى؟ مين؟ بيرسي تاو. ماشي. الماتش اللي فات عمل ايه؟ عمل شغل هايل وجاب جولين. ده الطبيعي اللي لازم يبقى فيه كل ماتش. كويس خدت بالك؟ كويس. واحنا ليه بنقول فلان ده يخرج وينزل فلان ليه؟ لان فلان ده في اليوم ده ما بيعملش اللعب بتاعه ما بيترجمش. لا انت بتبقى متوقع منه افضل من كده. ما بيترجمش الامكانيات اللي هو محترف فيها. يعني انا كل اللعيبه اللي عندي لعيبه محترفه في الملعب لازم ابقى نازل انا محضر نفسي باسمي بوجودي ان انا اثبت ان انا صاحب المكانه دي صاحب المكانه التسويقيه صاحب المكانه في الاساسي ان انا بيتبص لي ان انا لاعب اساسي. وانت كمان من حق الفرقه بتاعتك وجماهيرك وكل اللي حواليك والمؤسسه كلها انك انت تنزل الملعب تعمل زي ما حسين عمل النهارده كده. طب ومناسبه الكلام على حسين ومعجب بحسين الفتره ديت نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع حسين الشحات نجم اللقاء اليوم. يلا من جديد بجدد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي ونجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. نجم المباراه وصاحب الهدف الاول والثاني حسين الشحات واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم هذه المباراه. كابتن حسين برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. هدفين حلوين خلينا نتكلم في البدايه. هدفين حلوين مبروك الهدفين مبروك الفوز. فوز مهم جدا في بدايه المشوار. خليني اقول لك احنا البطوله ال11 بدانا برده المشوار بالفوز على الاتحاد المصري ب3 اهداف. النهارده مبروك الفوز مبروك الهدفين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والله تحياتي الاول ليك رؤى وانت والاستوديو التحليلي. الحمد لله والله طبعا يعني اهم من الجونين اهم حاجه المكسب واهم حاجه اللي احنا بنقدر نكسب واللي احنا نقدر نفرح الجمهور. فدي ربنا يديمها علينا نعمه وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق ال 12 باذن الله بدايه من النهارده ان شاء الله. حسين النهارده اول مباراه بيبدا فيها التشكيل من البدايه من بدايه الموسم. هو حسين جاي بادئ من بدايه المباراه مريح المباراه اللي قبليها. حسين بامكانياته بمهاراته بفنياته اعتقد دي ان ده اللي بتدل على الشخصيه والعلاقه في حسين الشحات. والله طبعا يعني اي لعيب في مصر او اي لعيب في العالم لازم دايما يحافظ على المستوى اللي هو بيبقى فيه. لا بالعكس انت لازم تبقى اكتر واكتر كمان لازم تقدم ولازم تقدر يعني انت مثلا انت كويس لا انت لازم تبقى كويس جدا لازم تبقى ممتاز لازم كل ده يعني لازم تزود. فالحمد لله والله يعني انا كحسين انا مركز ان انا السنه دي ان شاء الله لازم اكمل واقدر اعمل اللي انا اكتر من اللي عملته السنه اللي فاتت مش انا بس انا وزمايلي وكلنا متفقين على كده. فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نكمل على نفس المستوى اللي احنا هنا بيه ونقدر نعمل اكتر من السنه اللي فاتت ان شاء الله. مين اللي توقع لك التهديف النهارده حسين؟ والله اللي توقع كتير كان والدتي ودعت لي وكانت اختي وكانت زوجتي وكان احمد واسر دعوا لي وتايم طبعا هو لسه ما بيتكلمش سنه فكنت عمال اكلمه اقول له بقى تيتو هو يجيب جون وكده جول جول فكان عمال يعمل لي كده بس فالحمد لله والله يعني كنت الحمد لله كنت متوقع وقدرت ان انا اعمل كده فربنا يكرمنا ان شاء الله واقدر اكمل اكتر من كده باذن الله. اخيرا حسين انا مش هطول عليك. الموسم ده موسم صعب جدا في بطولات كتير جدا. ايه اكتر حاجه تقلق حسين الشحات كواحد من لاعبي النادي الاهلي ومن العناصر المهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي؟ ايه اللي اكتر حاجه تقلقك الموسم ده؟ والله اللي يقلق حسين الشحات والنادي الاهلي بس مفيش حاجه اكتر من كده. احنا كلاعيبه
والله طبعا انت عندك بطولات كتير قوي السنه دي، لو انت ما ركزتش في واحده هو ده اللي هيقلق، بس يعني هو ده بس اللي يقلق، لو انت ما ركزتش في بطوله وداخل مركز فيها اللي انت تاخدها، زي ما حصل في السوبر وقدرنا اللي احنا نخسر، فدي بنقول لجمهور النادي الاهلي معلش وحقوق علينا، وان شاء الله باذن الله نقدر نعوض السنه دي ونحقق بطولات اكتر باذن الله السنه الجايه. حبيبي اروح التوفيق ومبارك لك ان شاء الله بالهدف في كل مباراه ان شاء الله. حبيبي كابتن ايمن، ده كان لقائنا طبعا مع حسين الشحات نجم المباراه بصاحب الثنائيه النهارده، كلام مهم وكلام من القلب دايما من حسين الشحات. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا فاروق صلاح. كابتن شريف، كنا بنتكلم على حسين ونوعيه اللعيبه اللي زي حسين الشحات، بس انا كان ليا تعليق وانت ما رضيتش تخليني ان انا اقاطعك. حسين الشحات لعيب عنده مهارات عاليه جدا، ولكن حسين تألق بشدة الموسم الأخير مع النادي الأهلي، لأن حسين الموسم اللي قبله كان واخد الشنطة ومحضرها وكذا لعيب تاني قبل ما يجي مستر مارسيل كول، ما كانش موجود بصفة أساسية، وحصل ما فيش المستوى اللي انت شايفه ده سبب الظاهر كان جاله إصابة وبعدين عايز يرجع تاني، زي أي لعيب بيبقى بيجيله إصابة وعايز يخش جوه الفرقة تاني، ولكن في اللحظه دي كان في ناس لعبت في مكانه زي بيرستاو وكان ماشي كويس، وبقى دخوله للمباريات والعوده للثقه ما كانتش على المستوى اللي اكيد اللعيب بيرجع لنفسه وبيعمل وبيشتغل على روحه وبيركز، فالسنه دي ومن السنه اللي فاتت كمان حقيقه بومينج جامد جدا، وهو ده لعيب الكوره. يا ما احنا كلنا واحنا صغيرين مش كل المواسم كنا كلها يعني في التوب، لا كان بيجي فيه موسم كده الدنيا بتروح منك شويه لعدم التركيز لعدم التفكير في حاجه جوه الملعب، انت عايز تعمل سيستم شكل جديد، انت شايف حاجات مش عاجباك، بيضيع منك الاساسيات اللي هي بتخليك دايما متفوق. يعني انا كنت زمان بلعب وكان كابتن مختار بيلعب جنبي، فكابتن مختار كان يعدي عليا وانا قاعد في لونج ليفت وانزل انا ابقى انا الهاف ليفت، يعني أيوه. اللي انا بدافع تدافع. انا الموضوع ده ما كانش عاجبني أيوه. لان انا بطبعي الراجل اللي بيستلم الكره بيعدي من واحد اتنين تلاته ويروح يعمل الوانتو او يكمل يعمل عرضيه، فانا انا المبتكر مش أنا ده اسلوب لعبه الكرييت بتاع الحكايه أيوه. انما مختار بسرعته يعمل انه هيديه ويروح معدي، بالتالي لازم انا ارد على طول هاف ليفت ابقى انا اللي بدافع، فخدت لي بتاع اربع خمس ماتشات دماغي اتغيرت. لما اتعودت على كده لما دماغي اتغيرت كابتن مختار اتعور؟ لا الحاجات الكويسه اللي كنت بعملها اللي هي دي اللي انا اروح اجيب كرة من هنا وارجع تاني وابني هجمه من جديد والناس كانت بتحبني عشان كده، انا ما كانش عاجبني الوضع ده، فراح مني حاجات كتير قوي في تفكيري، راح مني بتاع نص موسم ها، بعد ما كنت كل ماتش انزل اجيب لي جون واثنين وما ايه اللي حصل بعد كده؟ الموسم ده رجعت بقى لنفسي تاني، بقى هو انا ايه اللي حصل لي؟ ايه التفكير اللي وقعد معايا ناس طبعا ولاعيبه وناس قدام وبتاع، تعالى وشوف ايه اللي كنت بتعمله. تفكير اللعيب اتغير، كل تفكير اللعيب لما بيتغير بيروح منه كتير قوي. ولكن هو راجل اشتغل على نفسه السنه دي، من السنه اللي فاتت مع مستر كول وخد اربع بطولات، يعني خمس بطولات، يعني مش سهله. لا انا قصدي ان هو ترجع لمستوى تألق بشده الموسم الاخير. لا ده مش تألق بس، ده مفتاح. ده مفتاح مكسب، ده بياخد الكره دي، الكره اللي عملها من جوه دي انت وريت لي واحده والنهارده واحده طبعا، والنهارده اتنين مش واحده. هي. ده في ماتش الزمالك خد واحده وراح قاطع بيها ورباعتها بيمينه بوم هي. وواحده قبلها بتاك، راجل مركز هيعمل ايه، عنده بلان ايه وبلان بي، طب انا لو عديت ورقصت واحد هروح عملها بليزي، حرفيته ملكه بتاعته عنده زي لعيبه كتير زي بريستو من الناحيه الثانيه، اما بيقطم الدنيا تبقى مفتوحه له بيعرف يبعتها في الزاويه، انت بتقول هو بيبعتها ومغمض يعني. ايوه. ف بالنسبه لحسين جود لك، بالنسبه لوجوه جديده زي حسين موجوده في الماتش، هو ده اللي بيخليني انا النهارده اتفرج على فرقه الاهلي وانا مطمن. انا امتى هتفرج على النادي الاهلي وانا معايا فرقه بقى مع صن داونز وهقول النهارده الاهلي هيكسب صن داونز 3؟ امتى هتوصل لدي؟ ها؟ لما كل خطوطك هتبقى الراجل انتوني مودس اللي جه ده بيتعامل وشكله جديد وعامل محطه هجوميه جامده جدا وفي عرضيات بتروح له وبيجيب جون واثنين وثلاثه، خلاص انت اكتملت. بقول لك بالبلدي بقى. ايوه. فهمتني؟ هتلاقي الدنيا عندك، الناس وهي قاعده تقول لك النادي الاهلي النهارده لا خوف عليه من اي حد. النادي الاهلي عنده
مفاتيح فوز وعنده حلول حيوية في الملعب وتحركات وفرديات، احداها اللي احنا اتفرجنا عليها النهارده دي من جميع اللعيبه اللي هي تقدر تترجم بالشوط بالعرضيه وعنده من الخبرات كمان كل وجود. فمش شحات بس اللي ممكن ياخد العين النهارده، خدها الشحات لانه فتح التكتل الدفاعي اللي كان موجود من الفرقه بتاعت اثيوبيا. الماتشات اللي جايه كلها الفرقه كل واحد النهارده دي الايجابيات اللي انا بقول لك عليها، هيشوف الشحات عمل ايه، هيشوف الدنيا فيها ايه كويس، هيطمع حتى اللي ملاعب اللي كانوا بيلعبوا ولعبوا 30 دقيقه ان شاء الله هيكون ليهم الاشتراك في المباراه اللي جايه، هيكون ليهم الطمع، هيكون ليهم الثقه في فرد امكانياته. مبروك كابتن علاء. معنى كلام كابتن شريف ان انا لعيب في النادي الاهلي ببقى مستني منك كتير قوي لان انت عندك الكتير، لو ما ظهرتش بالمظهر اللي انا متوقعه منك تبقى انت مقصر. ده اكيد. ولا ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ اكيد انت اللي مقصر في حق نفسك. انا اللي مقصر طبعا، لان انا عندي بالظبط. وانا جايبك ليه؟ عشان انت لعيب مميز، لعيب مميز في فريق اخر مع الاحترام كل كلام فريق. فما تيجي النادي الاهلي المفروض تبقى خلاص في احسن حته والناس كلها حواليك كويسه، مع امكانياتك لازم تظهر بمستوى احسن من اللي كنت فيه في النادي الثاني. ده طبيعي، ما انا بجيبك ليه؟ طب اقول لك حاجه، اتفضل. احنا برضو تطرقنا الموضوع ده كذا مره وما وصلناش لحاجه في الاخر. ما أنا انت ممكن تجيب لعيب كويس تألق زي ما انت بتقول في نادي تاني وانت عارف امكانياته كويس قوي بس ما يمشيش معاك كويس. هل 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 ده نتيجه مثلا ايه؟ سماته الشخصيه، نتيجة هو لعيب لعيب كبير ولعيب مهاراته عاليه ولعيب مفيش اختلاف عليه. ممكن بص اقول لك حاجه، لما تيجي تجيب لعيب ما تجيبش لعيب كويس بس في الملعب، لازم تعرف شخصيته ايه اللعيب ده. هل هو لما يخش النادي الاهلي بالضغوطات اللي عليك بالبطولات بضغط الجماهير هل هو يمشي معاك ولا مش هيقدر يستحمل؟ دي الوقت اعلى حاجه ما تيجي تجيب لعيب، ما بتجيبش لعيب عشان كويس بس، لازم تجيب كل حاجه. ايه شخصيه اللعيب ده؟ ما انت على فكره تقول ايه ده حصل كذا، حصل في النادي الاهلي وحصل في انديه كتير. اللعيب بيجي النادي الاهلي هو لعيب كويس في الملعب بس لما الاجواء بتتغير والطموحات بتزيد والبطولات بتعلى ضغوط وضغوط الجماهير بيهرب منك ما بيقدرش. فاهمني؟ تبقى صفقه انا بالنسبه لي هي فاشله، خسر فاشله تماما. لكن لما تجيب لعيب عارف كل سماته الشخصيه مبدئيا وعارف متاكد منه في الملعب انا كده تمام. هو كده اعمل الوقت لما تيجي تتفرج على لعيب بره تجيب لعيب، هو ده الوقت بتدور عليه. مش اول ما يبقى لعيب كويس وفي الملعب بيعمل لمسه ولا الثانيه تروح تعالى تعالى، لا خالص. جايز في الاول كانت الامور مش يعني الامور مش واضحه قوي والامكانيات مش عاليه قوي وان انت بقى عندك وقت انك تتابع لعيب، لا كنت بجيب لعيبه بس. وفي الغالب على فكره في الغالب اما بجيب لعيب من نادي تاني النادي الاهلي بنسبه كبيره قوي بتنجح، نسبه قليله قوي هي اللي بتفشل كويس. بس مش في النادي عشان النادي الاهلي، بسبب اللعيب الصفات او السمات الشخصيه بتاع اللعيب مش مستحمل. لكن هو يعني هو كلاعب كوره كويس تلاقيه كويس، لكن تجيبه النادي الاهلي ما بيقدرش بيبعد تماما. يبقى هو عارف نفس اللعيب ده راح نادي تاني يتألق، ممكن يتألق. فهي السمات شخصيه في اللعيب نفسه، لكن الوقت عشان اجيب لعيب لازم ادرس اللعيب كله على بعضه كده هو ايه بالظبط. هل اما اجيب ده انا استفاد منه مش كلاعب كما يخش في النادي الاهلي؟ اصل بص يا ايمن، مع الاحترام لكل الانديه اللي موجوده في مصر او في افريقيا كلها، الضغوطات في النادي الاهلي عاليه جدا، مختلفه تماما جدا. مزبوط. خصوصا اللعيب بيجي بره، عارف لو انت متربي في نادي ومتعود صح مش هيبقى عندك مشكله، هتطلع انت عارف هتطلع رايح فين بالزبط. انما عشان تيجي للنادي الاهلي انت محتاج يبقى انت عندك صفات وسمات اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي ده. صحيح. تكتسبها ازاي؟ انت بقى تعرف تغير نفسك، تغير اسلوب حياتك كمان، وده مهم جدا. شخصيتك تتغير دي حاجه ترجع لك انت، بقى انت في الاول الموضوع عندك انت مش عند النادي الاهلي او عند مدير الفني. يعني انت ما تاثرش، النادي الاهلي لما بيجيب لعيب بيديله كل الامكانيات اللي ما بيحلمش بيها ويقول له اتفضل تألق. قدرت قدرت، ما قدرتش يبقى غلط فيك. صحيح. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بجد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان.
عقب انتهاء اللقاء وفوز الاهلي بثلاثيه على فريق سان جورج في المباراه الاولى. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. فوز مهم جدا في البدايات، البدايات مهمه، البطولة ال 11 كان أول مباراة كانت أمام الاتحاد المنستيري، فزنا بثلاث أهداف خارج ملعبنا، السيناريو بيتكرر إن شاء الله تكون يعني في الخير وبإذن الله. الفوز النهارده على سان جورج خطوة في مهمة كبيرة جدا وهي مهمة الحفاظ على اللقب الأفريقي. زي ما أنت قلت طبعا في الأول تحياتي طبعا لكابتن أيمن وضيوفه، زي ما أنت قلت إن شاء الله يكون فال حسن لينا إن شاء الله. يعني زي ما أنت قلت السنة اللي فاتت بدأنا الاتحاد المنستيري وكسبنا 3-0، النهارده الحمد لله برضه أعتقد نتيجة كويسة. سان جورج يعتبر أكننا برضه بنلعب بره ملعبنا لان الماتش ماتشهم يعني، فاعتقد الحمد لله النتيجه كويسه، واعتقد الحمد لله برضو الراجل اطمن على اللعيبه وجاهزيتهم. بطوله كبيره بالنسبه لنا وتحدي كبير وبطوله محببه لينا ولجمهورنا. اتمنى ان شاء الله زي ما ان شاء الله قدرنا نحسمها السنه اللي فاتت ان شاء الله السنه دي ان شاء الله نقدر نحافظ عليها ان شاء الله ونكمل ببقيه البطولات باذن الله. كابتن سامي الكولر ما بيتعاملش مع اي مباراه ان هي مباراه سهله، كل مباراه اهميتها بطبيعتها بظروفها. اعتقد كلامه النهارده قبل المباراه للعيبه مش عايز تهاون، مش عايز ان يبقى فيه استسهال شويه من جانب امام خصم زي فريق سان جورج. اعتقد الرد دايما بيكون في الملعب، التركيز اللي عند اللاعبين مهم جدا، النقاط دي قبل اي مباراه. ويمكن هو دايما الراجل بيتكلم في النقطه دي اللي انت يعني انت عايش معانا فترات كبيره جدا، ان الراجل دايما بيتكلم ان الماتش الموجود الماتش الحالي يعني هو اهم ماتش بالنسبه لنا يعني. فاعتقد الحمد لله اللعيبه الحمد لله استوعبت فكره كبير جدا، وممكن النهارده الحمد لله زي ما انت قلت بدايه مهمه، خصوصا انت بتلعب فرقه برده من الفرق المميزه في الدور ده. يعني انت تلعب فرقه سان جورج يعني اعتقد فرقه عندها تاريخ كبير في الادوار ديت وتحقق مفاجآت وعلى طول في بطوله افريقيا، فاعتقد الحمد لله ان انت تحقق المكسب دوت والاداء ده اعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه الحمد لله نقدر نبني عليها ان شاء الله. كابتن سامي كان مهم بعد مباراه السوبر والخساره امام فريق اتحاد العاصمه الاستفاقه، الاستفاقه جت بسرعه، قدرنا نلم الدنيا كجهاز فني كلاعبين، فوز على المصري، فوز على الفريق سان جورج، اعتقد المحطات الصعبه مهم جدا النهوض بيها وده اللي انتم عملتوه خلال المباراتين الماضيه. ممكن طبعا، ودي برضو يعني مش عاوز نغفل برضو شخصيه اللعيبه نفسها، يعني لعيبه النادي الاهلي بتقدر المسؤوليه بشكل كبير جدا، مسؤوليه جمهورهم، مسؤوليه ان هم بيلعبوا نادي بيلعب على كل البطولات اللي بيلعب عليها بيحارب عليها. يمكن كان في دروب حصل، ويمكن اعتقد يعني ما كناش في يومنا وما كانش في احسن ما كناش في احسن حاله يعني، لكن الحمد لله النهارده بترجع تاني وبتقوم تاني وتقدم اداء مميز جدا مع المصري، والنهارده بتكمل ان شاء الله الفترات اللي جايه تكون احسن واحسن لينا، وان شاء الله نقدر نعوض البطوله دي ببطولات اكتر ان شاء الله. كابتن سامي الشغل الفني اللي اشتغلتوه في المعسكر النمسا بالتحديد والعناصر الجديده اللي انضمت للنادي الاهلي اعتقد ما خدتش وقت كتير جدا في الانسجام. بنشوف رضا سليم، بنشوف امام عاشور لتاني ماتش او تالت ماتش على التوالي، واحد من العناصر المهمه جدا ثبت اقدامه في خط وسط النادي الاهلي. الشغل الفني اللي اشتغلتوه مع اللعيبه خلال معسكر النمسا بان مردوده خلال الكام مباراه الماضيين. زي ما انت قلت طبعا كان مهم جدا ان احنا كنا فتره كبيره جدا ما عملناش فتره اعداد وما خدناش اجازه، لكن الحمد لله كان ساعدنا المعسكر دوت زي ما انت قلت في ان انت تعمل اعداد كويس واللعيبه تخش يبقى فيها انسجام، زي ما انت قلت مثلا امام من اللعيبه المميزه جدا اللعيبه الدوليه اللي بتقدر ومش غريب عن لعيبه النادي الاهلي يعني خصوصا في المنتخب ان هو بيخش الفرقه بالسرعه ديت والاداء دوت اعتقد برده كان المعسكر ساعدنا شويه. بنفس القصه بالنسبه لرضا سليم برده من اللعيبه المميزه واللي قدر في وقت قصير يبقى يخش الفرقه بشكل كبير، لكن دي بتعمل منافسه النهارده. بتشوف حسين الشحات ما شاء الله النهارده بيعمل اداء مميز، احمد عبادر بينزل بيعمل اداء مميز، قفشه، فاعتقد كل ما يبقى عندك حلول اكتر بيبقى في منافسه اكتر ويبقى طبعا في صالح الفرقه كل ده يعني. كابتن سامي اخيرا الموسم ده بتتكلم في 7-8 بطولات بتنافس عليهم، مطالب منك مش الثمان بطولات، مطالب منك العشر بطولات. يعني جمهور النادي الاهلي السنه اللي فاتت فايز في 5 بطولات، عامله ضغط شويه على اللاعبين، بتحضروا اللعيبه للامور دي ازاي يا كابتن سامي؟ زي ما بقول لك وكل مره بقول لك ان احنا بنفكر كل وقت في وقتها، يعني كل مباراه وكل بطوله في وقتها. احنا دلوقتي في بطوله افريقيا فكل تفكيرنا ان احنا ازاي نقدر نوصل ونعدي الدور، بعد كده نفصل في الدوري، بعد كده نفصل في الكاس، فخلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين واحده واحده ان شاء الله بنفس التحدي ونفس الروح ديت. والعامل الاكبر بقى اللي بيساعدنا اكتر النهارده يعني جمهورنا طبعا، بشكره طبعا على حضوره، واتمنى ان شاء الله بقى الفتره الجايه يكون في زياده اكتر واكتر باذن الله. اكتر حاجه تقلق الكابتن سامي في هذا الموسم ايه في ظل البطولات وانت عارف هيبقى في منتخب بطوله امم افريقيا، ايه اللي يقلق الكابتن سامي قمصان؟ اكيد اول حاجه طبعا الاصابات طبعا وضغط المباريات، يعني دي اكتر يعني حاجتين بتاثر علينا وتاثر على مسيرتنا يعني. اتمنى ان شاء الله تكون اللعيبه يعني في حالتها، اتمنى ان شاء الله يكون في تعاون من كل سواء المنتخبات او الانديه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بالبطولات باذن الله. كابتن سامي بالتوفيق اللي جاي.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه، الفوز على سان جورج بثلاثه اهداف. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في استكمال باقي المشوار. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، طبعا واضح الرضا على الجهاز الفني، وشفناه كابتن سامي قمصان، وزي ما قلتوا هو طبعا امور لم تحسم بنسبه 100%، لان في لسه مباراه ثانيه، ولكن ان شاء الله تحسن الاقرب طبعا النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كنا بنتكلم على موضوع اللعيب اللي انت بتجيبه، والكابتن علاء كان ليه رؤيه وانت كان ليك رؤيه برضه، وكنت عايز تتكلم فيها او تقولها بالنسبه للعيب اللي بيجي يعني ويتالق، او اللعيب اللي بيجي وهو لعيب وموهوب وعنده كل الامكانيات ولكن ما بيمشيش مع الفريق. بص يا ايمن، في لعيبه بتلعب في الفرق المستوى اللي هو المتوسط او المستوى اللي هو بيلعب للبقاء مثلا في الدوري او كده، وتبقى متالقه، او ما بتلعبش مع فرق جماهيريه، يعني مش محطوط تحت جمهور مثلا، حتى بعيد عن النادي الاهلي، بيلعب مثلا في بورسعيد ايام ما كان مثلا الملعب بيبقى 60-70 ألف، او في الاسماعيليه او مع الزمالك او اي فرقه جماهيريه، المحله. في ناس ما بتعرفش تلعب في الاجواء دي، لكن تبقى متالقه جدا وهو بيلعب في نادي مش جماهيري، نادي كويس، مش محطوط تحت ضغوط كبيره. في ناس هاديه يا اسامه، مش مطلوب منه حاجه. ايوه، الاجواء هاديه، يعني هو بيحب يلعب في اجواء هاديه، بيطلع كل اللي عنده. كويس. لما بيتحط تحت ضغوط كبيره، ضغط بقى الجمهور، عايز يكسب تملي، عايز، ما هو لحظه واحده، احنا بقى لنا اكتر من 10 سنين بنلعب من غير جمهور، هتحكم على اللعيب ازاي دوت اذا كان بيلعب يقدر يتالق تحت ضغوط ولا يقدر يديك تحت ضغوط ولا ما يقدرش لا يلعب؟ لا، انا مش بتكلم انت تقدر تحكم عليه او لا، انا بتكلم انه في ناس بتنجح او ما بتنجحش، ايه اسبابها يعني. طبعا الالتزام، في واحد بيجي في نادي مثلا النادي الاهلي مطالب على طول ان يكسب على طول، لسه بيبقى خارج من الماتش ده كسبان تاني يوم، مش تاني يوم، ده انت في اوضه اللبس بتقول له فكر بكره. لا، في واحد بيتالق في مباراه او في بطوله ويريح عليها فتره، ما حدش بيطالب منه ان بعديها بثانيه، ما دي ضغوط. في ناس ما بتستحملش ده، في ناس كويس. عايزه، في ناس ما تستحملش ضغط الجمهور. انت ساعات وكلنا لعبنا، وعشان النادي الاهلي اكبر جماهيريه في افريقيا وفي الوطن العربي في مصر، كلنا لعبنا وشفنا ده. ساعات بتبقى مغلوب وماشي في الشارع، ممكن واحد يستفزك بكلمه لو انت خسران مثلا، وخاصه لو خسران بطوله مثلا، او خسران من المنافس التقليدي او كده، او قابلنا الكلام ده كلنا. ممكن جدا وانت قاعد في مكان واحد يقول كلمه ما تعجب، في واحد ما بيستحملش الضغوط دي، يعني عايز تملي يلعب في اجواء ما فيهاش ستريس. فدي جزء، دي راجعه لشخصيته. في واحد، ولذلك في تلاقي لعيبه جت نجوميتها مش عاليه ولكن استمرت سنوات في الاهلي لانه شخصيته يعني قويه، ملتزم، بيعرف يلعب تحت ضغوط، هتلاقيه استمر. وهتلاقي واحد جه متالق عنه كنجم كويس، ولما جه تلاقيه مش عارف يحط نفسه في جوه الفرقه، او مش اساسي، او مش قادر يستحمل، وتلاقيه مش. طب لحظه، ودي هو، هل من الممكن انك تجيب لعيب كان بيلعب في نفس الاجواء من نادي كبير ويفشل عندك؟ ممكن، بس دي هتبقى اسباب اخرى بقى. ايه الاسباب؟ ممكن يكون مش ملتزم سلوكيا، ممكن يكون لانه خلاص هو اتحط تحت ضغوط برضو، انه متعود انه يكسب، انه بيلعب في بطوله. ما دي نفس الاجواء اللي كان بيلعب فيها. ما انا بقول لك ممكن يكون بقى مش ملتزم. ممكن واحد مش منضبط، مش يعني، ممكن تكون في الاسباب دي. في طبعا اسباب اخرى، اصابات. اتفضل. معلش ناس، هي بس جمله بسرعه كده. اتفضل. الاجواء في النادي الاهلي مختلفه عن كل الانديه، حتى لو جماهيريه. حتى لو اجواء النادي الاهلي غير. حتى لو فرقه بتنافس. هو يعني الكلام كله بتاعنا اسامه، هو يعني الاجواء جوه النادي الاهلي مختلفه تماما عن اي نادي تاني خالص. بس هتبقى في اللي لعب في انديه جماهيريه
وبرضو الى حد كبير او منتخب مثلا لعب تحت اجواء جماهير منتخب مصر او جماهير انديه كبيره مثلا، هتلاقي عنده دي اقل شويه من اللي ما لعبش في انديه شعبيه او جماهيريه طاغيه يعني. ففي اسباب كتيره ممكن لا قدر الله بقى دي حاجات خارجه عن الاراده، واحد يجي ويجي له اصابه مثلا تعطله ما يقدرش يرجع، ممكن يجي ما يستحملش ضغط المنافسه بتاعت زمايله، بمعنى هو نجم فرقته وحش حلو متألق بيلعب مش متألق بيلعب وضامن مكانه والمدرب معول عليه بنسبه كبيره جدا، ممكن لما يجي نادي زي النادي الاهلي ما يضمنش بدل راس ايمن. انتوا في فتره كنت انت ورمضان محمد رمضان وحسام وفيليكس وجا عليكم كشري، لا انا ما حضرتش كشري، ما حضرتش كشري كنت اربعه مظبوط، كنت اربع فراوده وواحد اللي بيلعب، ممكن واحد واحيانا اثنين، ممكن انت تكون في فرقتك انت هداف الدوري وبتلعب على طول، رمضان مثلا في الترسانه هداف الدوري وبيلعب على طول هي. مش عارف فيليكس جاي من اما تيجي تلاقي نفسك في النادي الاهلي مثلا مش انت المعتمد عليك على طول، او رمضان هي. مش في واحد بيزهق تلاقي مستواه راح نازل، ما عندوش جلد انه يقاوم وينافس المجموعه دي، وهتلاقي كل واحد فينا طلع كده، هتلاقي شريف مثلا لما طلع تلاقي 50 فيرود في النادي الاهلي، كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب ومختار ومش عارف وهو وزكريا، وطلع طاهر ابو زيد مع كده في نص الملعب في علاء، لما طلعت علاء ومجد عبد الغني وخالد جاد الله وعامر ورمضان السيد 100 واحد، لو انت ما عندكش جلد واصرار وصبر ورغبه طبعا، ولازم يكون عندك كمان حاجات كتير طبعا، لا لا طبعا طبعا لازم يكون عندك امكانيات بدنيه وفرديه، لازم صحيح. يكون عندك مواصفات صح يعني. ده كلمت بصفه خاصه النهارده عن امام عاشور في بعض المواقف وان امام عاشور اضافه طبعا واضافه كبيره للنادي الاهلي. تعالى في لقطه او في صورتين معانا لامام عاشور في ماتش النهارده. ماشي، دي الصوره الاولى يا كابتن اسامه، اللعبة اللي لعبها إمام عاشور ماشي هنكمل. ادي دي اول صورة، الكرة هو طبعا هيعملها بصورة جمالية ولكن الجول خد الكور. هنشوف إمام عاشور عمل ايه بعد اللعبة دي. نكمل بقى، رجع جري لغاية عدى نص الملعب بالظبط يعني، انت كنت واخد باله طبعا، عدى وكمل وعدى وصل يعني، عدى ديانج وعدى مروان عطية ووصل لحد مستوى الكور. مظبوط، ما هو هو ده بقى اللي انا بقوله لك. اولا امام جاي بيلعب في منتخب مصر، حتى لو مش بصوره اساسيه بس موجود متواجد في منتخب مصر، جاي من نادي الزمالك، نادي شعبيته كبيره ونادي جماهيري، مش هيبقى مخضوض ان لو بيلعب تحت جماهير، هو امكانياته الفنيه كويسه، ثانيا عنده غير الناحيه الفنيه عنده العناصر البدنيه كويسه يعني، تحملاته كويسه، عنده سرعه ممكن ما يكونش عنده سرعه يعني سرعه اللي هي الفائقه يعني، لكنه سريع مش بطيء، عنده تحمل. بس عايز اقول لك حاجه، ثبت لنا معلش سمير الصوره ديت، الكره اللي قبل دي بالظبط، انا هوريك برضو في حته السرعات. بص، هي الكره وصلت هنا كويس يا كابتن نص الملعب، بص امام كان فين. ايوه دي انت بتتكلم عن اكتر من مثلا 20 يارد. ايوه هو كان لسه بالظبط، لا انا بكلم دلوقتي في الصوره دي دلوقتي. كره في نص الملعب، في فرق تقريبا 15 يارده او 20 يارده، والكره هتوصل للناحيه الثانيه وتوصل. ايوه نجيب الصوره اللي بعدها، بص فين امام بقى على نفس مستوى الكره. مظبوط، في الجزء ده دي فيها جزء من امكانيات امام، وفيها جزء من عدم إجادة من اللاعبين الآخرين اللي هم بتوع أثيوبيا. ليه؟ لأن أنا برضو لما بلعب في مستويات عالية، طريقة سيطرتي على الكورة وطريقة جري بالكورة، طريقة تصرفي في الكورة، بتخلي أنت توقيتك عقبال ما ترجع أنا أكون اتصرفت وخلاص. لكن هو ممكن يكون الراجل اللي بيستلم ده بيتعطل وبيعطل نفسه بيرجع لورا بدل ما يروح لقدام، يعني حاجات كتيرة. لكن هو أساسا إمام، عشان كده أنا فاكر اللعبة لما لعبها بكعب رجله من ورا كده بعكسية،
انا خدت بالي على طول، يمكن كان قريب من الخط المرمى مظبوط، قطع حوالي 60 ياردة خطوة، ومش سبرنت بس خطوة اللي هي 70% خطوة مفتوحة 70-80% وراجع قطري. خلي بالك ما هو ده طريقة في الدفاع. أي. مش راجع، انا لعبت كرة من اقصى هنا مش راجع طولي فبتاخد وقت كبير، لا قطع قطري لجوه عشان يقطع يخش على نص الملعب. فهو عنده دي يعني من مميزاته ان عنده حته التحمل عاليه، يعني عنده حته. انا رجعه بقى بالسلامه سوليا، عمل الاسيست ده اللي كان مظبوط في محمد شريف ماتش الزمالك. ماتش الزمالك ايوه بالظبط، من اجمل الاهداف اللي اتفرجنا عليها يعني. صحيح. امام عنده كل المقومات، ومنها الاول اللي احنا وعلاء اتكلمنا فيها وشريف، اللي هي الشخصيه، انه جاي يلعب وسط نجوم ونادي جماهير كبير او اكبر جماهيريه، في مش راهب الموقف، عنده ثقه في الاداء، غير ما واحد بيبقى مخضوض مش قادر يتاقلم، مش عارف هيتعامل مع النجوم دول ازاي، مش عارف يتصرف. فما فيش شك انه ان شاء الله هو مكسب، بس زي ما انا قلت تاني وكل مره بقولها، ينشغل بالملعب فقط، ما يخليش دماغه خارج الملعب، مع ما يتشتتش يعني. صحيح. يركز في صحيح. طب كابتن عادل، اهم النقاط الفنيه بقى اللي انت قدرت تشوفها في ماتش النهارده. يعني انا شفت اللعب المباشر، شفت الجري، قلت لك الشوط الاولاني كان الاستحواذ الهادي، قلت لك هو ايه اللي حصل بالمناسبه ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، ايه الفروقات اللي حصلت؟ انا يمكن قلت لك ما بين الشوطين، قلت لك المدرب بتاع سان جورج لو تهور وبدا ان هو عايز يهاجمك هتلاقي الملعب مفتوح لك. هو كان متحفز اول الشوط الاولاني مش عايز يروح، هو بدا يعني على استحياء عاوز يروح، فاكيد في مساحات. لا ليه ليه ده قمه التهور بالنسبه، عنده 3 4 لعيبه كانوا راحوا الشوط الاولاني، ما كانش حد بيروح خالص بره نص الملعب. الشوط الثاني بدا يروح باكتر من لاعب، الكره اللي بتاعت الشناوي اللي جت للاعيب اللي كمل فيها، الكره اللي الثانيه اللي اتعملت بالعرض اكتر من مره، فعندك مساحات. وانت اتفقنا كابتن ايمن دايما انه البلان الثاني لاي فرق قدام النادي الاهلي بيبقى خطر، لما الاهلي بيجيب جول بيبقى خطر عليه هو، لانه لعيبه النادي الاهلي يمكن افضل لعيبه افريقيا، انت عاوز تخليهم واحد ضد واحد، عاوز تخليه يبقى فيه مساحات، مش عاوز تبقى فيه خنقه. يعني لما اتكلمنا على حسين الشحات وكان ليا راي في الامر بتاع حسين الشحات دايما، انت قلت ان هو السنه اللي فاتت تالق جدا مع كولر، بشده فعلا مع كولر، تمام بالظبط، لحاجه مهمه جدا اللي هي حسين الشحات، رغبه حسين الشحات نفسها، الرغبه اللي هو كان في فترة من الفترة هو هيجدد، أو بالمعنى الأصح إنه هي يعني لازم إنه يقدم مستوى كبير جدا. طب وهل الرغبة دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ لا موجودة، لكن أنت بتتكلم دائما إنك أنت لما بيكون عندك كان في إجهاد جامد قوي، كان في إجهاد في الفرقة كلها. لا هو بتاع الظروف اللي هي، سوري عادل، الظروف اللي هي كانت قبل السنة اللي فاتت دي كانت غير السنه اللي فاتت. لا انا بعني الكلمه اللي بقولها لك دي تماما، بعنيها تماما، اللي هي لعيبه كده في العالم كله، محترف وغير محترف، كله بيبقوا كويسين، لازم يأدوا كل حاجه كويسه، تمام. لو انت عندك، لكن لما بيبقى عندك هدف اسمى واعلى انك انت تبان بمنظر كويس، حسين الشحات عمله. هو كان اداؤه متميز في الاول، وبعدين حصل له دروب معنوي ممكن يكون سبب مدرب، لما جه كولر وصل بيه دروب معنوي اثر على طبعا المردود الفني طبعا. بص، حسين الشحات كولر بيتعامل معاه المعامله، يعني انا بتعجبني في كولر دي كره بتاعت السوليه اللي عملها الكابتن شريف بيتكلم عليها، زي كره امام النهارده، حتى كره امام عاشور ماتش يعني الزمالك ومحمد شريف، من عمرو السوليه دي معموله من بدري شويه، من على 18 رجع بالسلامه لمحمد شريف، خد بالك من غير ما يبص، خد بالك من غير ما يشوف، الكره دي ما بتتعملش شكل، اه ده هي اختصار وقت، يعني لو كان عاوز يلفها
هيرجع هيرجع. بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، هو لا جابها لنا تاني بعد اذنك يا سمير، هو عمرو السوليه ما بصش خالص على محمد شريف ولا كان شايفه وهو رايح؟ بص لا اكيد شايفه، لا باصص وهو عاملها. بص يعني عمرو السوليه عنده كان عنده الميزه اللي مش في معظم نص ملعب بتاع لعيبه مصر، اللي هي ايه؟ التحضير. التحضير بس للباص، هو محضر الباص. ايوه وخلي بالك كابتن ايمن، احيانا كتير قوي انت لما كنت بتروح على الجون انت كمهاجم عارف الكره رايحه لمين على الطرف، انت عارف ارفعها فين؟ صح. يعني مثلا لما كانت الكره تروح زمان، انا بتكلم زمان للكابتن مصطفى عبده، كان ايه اللي بيحصل؟ كان الكابتن الخطيب بيبقى عارف الكابتن مصطفى هيحطها فين، او عارف لانه مزبوط. رجله قويه فممكن يروح له احيانا على ساعات وعلى النص ساعات قريبه. اقول لك حاجه، هي من الفرويد نفسه، خلي بالك بالظبط اللي هو ايه، اللي هو بيشوف ال 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 الوضع الحركي بتاع اللاعب وهو بيرفع الكوره. يعني ممكن الكوره تبقى متطرفه قوي فهتيجي، لازم هتيجي على القريبه، كل الحاجات دي. عمرو السوليه كان عنده الميزه اللي انا كنت بقول عليه متميز فيها ما بين نص الملعب في مصر، تحضير الباص، بيبقى شايف قبل ما تجيله الكوره، ودي بتسهل كتير. يعني احنا زمان نقول لك ايه، اللعيب محضر قبل ما تجيله الكوره. مظبوط. التحضير ده بيخلي اجزاء من الثانيه بتتوفر. خلي بالك اللي بيسهل لك عمليه التحضير كمان زمايلك. ايوه اللي كابتن بيحركه. لا بس انا ممكن الكره جايه لي وانا مش محضر الباص فهستلم، فانت تتمسك. لكن انت شايف نفاض وهي جايه وان تاتش ممكن احطها. فدي كان ممكن السوليه جون في الزمالك. وبعدين خلي بالك ده كان الجول رقم كام؟ ده كان الجول رقم كام؟ اسهل الثالث. ده كان الثالث ولا كان الثالث؟ البنالتي الجول الاولاني ديانج، الجون الاولاني ديانج. أيوة. الجون الثاني بلانتي علي معلول، بينالتي، والجون الثالث ده الثالث. ثقه الجون الثالث ها تيال للثاني للثالث، بس هو الثالث. النتيجه كانت كام؟ النتيجه 2 3 كان ده اعتقد ده الثالث مش كده؟ ده الثالث. ده كان الثالث. انا فاكر ان ده الثالث ده بتاع شريف. الفرق ما بين الجون الاول والجون الثالث بيبقى فرق كبير قوي. انا اقول لك حاجه، السوليه ما يعملهاش وهي النتيجه 0-0. ممكن ما يقدرش يعملها النهارده امام عاشور، لما عمل دي النتيجه كانت جيده. انت عارف لانك انت نفسيا اصلا كلاعب لما بيكون عليك ضغوطات عايز تعمل كل حاجه صح علشان لسه ما جبتش الجون والحاجات دي. الجون بيديك ثقه، الجون الثاني يديك ثقه اكتر، فبتدي كل اللي عندك انت. فاهمني الحته بتاعت امام عاشور الرجوع الجري ده حماس امام، بس مش متقال له يعمل كده. طبعا. ليه مش متقال له يعمل كده؟ لانه ما ينفعش امام عاشور مثلا يجي السبرنت ال 40 يارد، لا الراس حربه مكانه هو اللي ينزل مكانه. الترحيل ده على انك لو انت هتعمل كل هجمه تروح وبعدين ترجع كل المسافه دي، لا ارجع 10 متر وبس. يعني انت ترجع 10 متر واللي بعدك يرجع 10، يعني دي المفروض مين الاقرب اللي ينزل؟ لعيب نص الملعب حسين الشحات ينزل. ليه انا اخلي امام عاشور يعمل المجهود ده كله؟ لكن هو امام عملها ليه؟ امام نوع من الحماس يا كابتن ايمن، نوع من الحماس. وبعد الكره الجماليه اللي اتعملت فالجون مسكها وهيبتدي لعبه جديده او هجمه جديده، هو حس ان هو يعني في اللعبه دي زودها من الناحيه الجماليه، والكره لما تردت واتعملت هجمه علينا، فهو حس برضو ان هو لا ليه دور ولازم يعمل دور الدفاع. ودي حاجه ايجابيه للعيب. انك انت طول الوقت تحس انك انت لازم تشارك في الحته الدفاعيه مع فرقتك والحته الهجوميه مع فرقتك. احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان الفرقه بتنقسم ثلاث اقسام. في القسم الاولاني يا كابتن ايمن اللي بيشيلوا الهدف، والقسم الثاني اللي بيجيبوا الاهداف، والقسم الثالث اللي بيساعد انك تشيل الهدف وانك تجيب اهداف. يعني ثلاثه المفترض في الملعب لو قسمتهم كده في الكوره، انك انت عندك المجموع كله بيهاجم او كله بيدافع، لكن انت شخصيا كمدافع بتحس انك انت لما بتطلع، يعني دايما في فلسفه يقول لك ايه، لو طلعت 3-1 فالمهاجمين كسبوا والمدافعين خسروا. انت فاهمني؟ رغم ان انت اللي كسبان 3-1، رغم ان كل الفرقه بتدافع هي اللي جابت الجون وكل الفرقه هي اللي جابت، لكن انت لو حددت بالشكل ده هتلاقي مثلا الفرق الايطاليه طول عمرها كده،
الطليان بيجيبوا جوان وكل حاجه، بس بص تلاقي كل الصفقه بتاع فرقه الطليان كلهم لازم دفاعيا يبقى قوي. الدوري الوحيد اللي تلاقيه مثلا دوريات اسبانيا المانيا، الدوري الاسباني الالماني، الدوري الانجليزي حتى الفرنسي، انا بكلمك على كان من افضل الدوريات الايطالي. كنت ببص تلاقي هنا جايبين في الدوري مثلا 800 وي جون، الدوري الايطالي بتبص تلاقيه 300 وي 200 وي. عارف ليه؟ لان الكوره كانت تقفيل واسلوب دفاعي والحاجات دي كلها. صحيح. لو وصلت انت للدرجه زمان كان يقول لك خير وسيله للدفاع الهجوم، لا ما فيش كده دلوقتي. خير وسيله للمكسب انك تدافع كويس. دافع كويس هتشتغل كويس هتكسب. صحيح. كويس زي اللي النادي الاهلي مع كولر عمله اخر السنه اللي فاتت. النادي الاهلي مع كولر كان بيدخل فيه جون بالعافيه. لو فاكر احنا قلنا 9 ماتشات او 10 ماتشات ما دخلش نظيف. ليه؟ لانك هي دي حته الالتزام بكل كوره. ولو انت وصلت مع لعيبك ان هو كل كوره يحس ان هي فيها المباراه، هتقدر يعني توصل للي عمله امام عاشور. صحيح. واللي يعمله علي معلول لما يرجع يدافع كويس، واللي بيعمله محمد عبد المنعم، واللي بيعمله الشناوي. لو وصلت انت كل الملعب واحد ضد واحد انت تكسب كل المواقف. أيوة. الفرقه بتكسب. خلي بالك دي تبقى فلسفه مدرب، واللي بيساعدك على تطبيق فكرك او تطبيق الفلسفه ديت الكواليتي اللي معاك او اللعيبه اللي معاك. اكيد يا كابتن، هو الكواليتي لازم يبقى، انت نادي كبير لازم بيبقى كويس. الفرق ما بين بقى مدرب ومدرب تحسين الكواليتي او دمجه جوه الفرقه. يعني احنا في الصدد بنتكلم على امام دلوقتي. تمام. احنا بنتكلم على امام خامه جيده طبعا، كويس، لعيب كويس وخامه جيده. تمام. هنا بقى انك تندمج وتنصهر وتشتغل جوه فرقتك، ده مهاره مدرب. زي احنا كنا نستغرب كريستيانو ولا ميسي بيسيطروا عليهم ازاي. بيسيطروا عليهم بحاجه بسيطه جدا، بيدوهم الحريه الكامله، لان بس هم عارفين واجباتهم. صح. رغم ان هو لعيب عظيم ولعيب كبير، بس هو طبعًا حاسس وعارف واجباته. لكن لو لقاه مش حاسس بواجباته، اولا لو الناس دي مش حاسه بواجباتها ما تبقاش لعيبه عظام، ما يبقوش لعيبه كبار قوي في العالم دلوقتي. لا يعني ايه الثقه بتاعه اللعيبه اللي الى التقى، وايه الجهد اللي بيعملوه بيموتوا نفسهم رغم ان هم مش محتاجين. عارف الحته دي لو وصلت للاعب المصري، انا مش بتكلم انه يبقى زي كريستيانو وميسي وكده، يعني هي في محمد صلاح. محمد صلاح طول الوقت دلوقتي بيشتغل عليه، محمد صلاح على التميز بس. يعني حتى في التعاقد بتاعه، حتى لما يجي يتعاقد مع نادي، حتى لما بيجي هو ما بيتكلمش الا على التميز. عشان اتميز وابقى افضل لاعب لازم يبقى ليا الايمج. ده الهدف الاسمى او الهدف الاساسي، هي كره القدم كده. صحيح. فافتكر ان النادي الاهلي النهارده اللي في المباراه يعني عمل حاجات جيده جدا، ولكن حته اضاعت الاهداف دي لازم لها يعني كلام يعني. ان شاء الله. نروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، بالنسبه لو اتكلمنا بقى على التغييرات، بداها مستر كولر في الدقيقه 66، وهنتكلم عن التغيير الاول، قفشه مكان امام عاشور. هو انا هنا قاعد جنبك قلت لك مين هيخرج مين دلوقتي؟ قلت لي امام عاشور، بس ليه قلت كده؟ مع ان امام كان متالق في المباراه. لا هو في بقى المحافظه على اللعيبه، انتوا بقالكم 10 دقايق بتتكلموا على السبرنت اللي الراجل عمله، بيعمل كفرنج لكل الفرقه كلها وبيرجع عايز يبتدي هجمه جديده. هو ليه رجع؟ ده كله بيستلم، عايز يستلم، والحيويه اللي عنده ونفسه مفتوحه، عايز يلعب كل حاجه. الراجل حاسس ان هو كده هيبقى اوفر اكت، يعني ممكن يصاب، ممكن اي حاجه من الشكل البدني اللي هو عالي فيه. وانا كمدرب ساعات ببقى محتاج لعيب لفتره معينه اللي جايه. انت عندك كاس مصر والماتش اللي جاي، عندي المباراه الجايه ورايح، والماتش الجاي ده كمان، وعندي الماتش بتاع كاس مصر ده يوم 4 على ما اعتقد مع انبي، يوم 4 المفروض ده الاهم دلوقتي يعني. فانا كنت فاكرك هتسالني مين الفرقه اللي هتلعب. لا لسه، دي اللي جايه اخر سؤال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فالتغييرات اللي حصلت بيحجز السؤال الجاي. لا سيبه، ما هو قال لي كده اصلا. ايوه انت بتحجز السؤال اللي بعد كده. هو بيحجز السؤال اللي بعد كده. حضرت له الفرقه. اتفضل.
المهم يعني ده تغيير منطقي جدا. تغيير منطقي. أنا مش هخلص منك. طب أفسى مكان عاشور تغيير منطقي. مكان إيه؟ أنا قلت لك قبل ما هو يغيره أنا شعرفني. أي. بس أنا إحساسي من الملعب خلاص كفاية كده. حافظ بقى على اللعيبة بتاعتك. أفشى كمان مفروض يخش الملعب وفي إمدادات وفي حاجات وفي زيادة ممكن تحصل زي الماتش بتاع المصري. أيوه. هو الراجل عنده شواهد وعنده أفكار مع كل لاعب وكل دول مسؤولين منه ومش عايز لعيب يبعد عنه. عبد القادر نزل عامل أسيست حلو قوي لكريم فؤاد. فاكر؟ أيوه. عبد القادر جه النهاردة نزل ترجم نفسه بجول. كريم فؤاد جاب جول. هو عنده كل ده في دماغه. كل دول عنده. النهاردة هنقول سان جورج دي مباراة رسمية تجريبية. بتدخل جميع العناصر في السنس اوف جيم يعني. اللعيبة اللي محتاجة. طبعا اللعيبة اللي محتاجة تاخد حساسية المباريات او ده مباراة تاخد فيها ومنافس انت ما تعرفوش. احنا قلنا احنا ما عرفش المجهول ده فيه ايه وكسبان ثلاثة برة واثنين جوه. يعني متعرفش الحكايه بس انت عرفته كده دلوقتي. لا انا خلاص عرفته. لا انا امكانياتي اعلى بكتير قوي. كويس. بتلغي اي حاجه ماشي. موجوده من جوده الفرقه الثانيه. تمام. يعني انت تقدر اتحكمت في كل حاجه خلصت على جميع المقومات الجيده اللي هي كويس. موجوده في الفرقه الثانيه. كويس. يعني اللي هو دايما انا بقول لك الكره هي اللي تجري مش انت اللي تجري وحاجات كده والاستحواذ والضغط والكره الثانيه بتاعتك انت نفذت كل حاجه وهما الفرقه الثانيه على قد المستوى اللي ما يقدرش يجرحك او ما يقدرش يعمل عليك مشاكل يعني. وانت على قالك احنا اللي عاملين مشاكل لنفسنا. الكره بتاعت محق الشناوي وكره تانية جت للراجل احنا واحنا من هنا قلنا له شوط راح شايط. ايوه يعني احنا كمان كنا ايه عايزينه يعمل اي حاجه يعني عايزين يبقى لهم شكل يعني. كويس. وفرقه مؤدبه جدا وناس محترمين جدا وما فيش اي حاجه جداً. ومنورين الدنيا يعني. كويس. والسؤال اللي انت عايزه بقى اتفضل. كمل كمل الاستوديو انت كمل كمل انت الاستوديو. لا لو انت لا كمل كمل انت وحشنا فعلا بس مش مهم انت لو انت لو انت مكان مستر كولر تبتدي ازاي الماتش الجاي بمين؟ مصطفى شوبير طبعا طبعا كريم فؤاد طبعا يعني مصطفى شوبير يبدا المباراه لازم بقى يعني ما طيب. هيلعب امتى ماشي او في مصطفى شوبير وفي مين تاني؟ حمزه علاء بس حمزة مصطفى شوبير هو الدور على مصطفى شوبير وراجل لاعب نهائي افريقيا رباعي خط الظهر كريم فؤاد ده وكان بيريحه لما فيهوش اي اصابات او اي حاجه يبدا بيه المباراه طبعا رامي ربيعه وياسر ابراهيم والدبيش كريم الدبيش كويس مش عاجبك لا بس لا مش حكايه مش عاجبني ما. انا بتكلم على انت طبعا. بدات انت محتاج بدات من الخمسه لازم اريح علي معلول بدات اربعه بره ازاي اربعه بره طب نشوف مصطفى شوبير مكان الشناوي مكان الشناوي انت قلت كريم مكان محمد هاني وكريم مكان محمد هاني وياسر ابراهيم وكريم الدبيس باربعه من خمسه اربعه طب يعني انا صح مش غلط انت انا سالتك قلت لي ازاي ما انا سالتك دول مش عاجبينك لا لا مش حاجات مش عاجبني انت بدات بتغيير اربعه من خمسه اللي ورا وبعدين نص الماتش ما هو ده اللي انت لازم تستفيد بيه بقى الماتش اللي جاي ده هتتعدل بقى القصه في نص الملعب مروان عطيه وقفشه و وكوكا واحمد نبيل كوكا مروان عطيه وقفشه واحمد عندك الشكل الدفاعي وشكل يعني بلاي ميكر والشكل خليني بص ده الاجوال نحللها وبعدين نرجع لك لا ناقص ثلاثه قدام طب ماشي الجول الاول ما تشتتنيش لا هرجع لك والله الجول الاول لعبه حسين الشحات جون عالمي من اول ده انت ترجع بقى من الباص ال1 2 ده من من المثلث من معشور اديها له المثلث الاولاني ده هو ده الجول وبعدين صحيح. الحرفيه بقى كلها في الفرديه في انهاء الهجمه في حسين الشحات انهاء الهجمه مع هو عارف رايح فين بعد كده ده هو بيحط الكره من بين رجل الراجل عشان هيروح عاملها بليسنج على طول صحيح لا لازم كله يسقف له زي ما سمير ممكن نرجع اللقطه اللي فاتت بس قبل ما يجي نرجع اللقطه دي كده بس اقف هنا اقف هنا ايوه كده بص مفهوم الدفاع الفريق أيوة. سان بطرس عامل ازاي سان بطرس ولا سان اسمه ايه سان جورج ده سان بطرس في روسيا يعني بص مفهوم الدفاعي يعني تخيل 3 على 2 في ال 18 مع فريق فمفيش اي فكر خالص دفاعي واضحه يعني تكتلات بس واضحه ولا تكتلات فين بص التكتلات فين ما هو الراجل ضرب كل الخمسه اللي ورا حسين الخمسه اللي موجودين ورا حسين كل دول يا ايوه ماشي قبلها هات قبلها فانت بتتكلم في فريق يا بص هنا بص يا مصطفى كبشريف 3 على 3
وفي اربعه ورا حسين انت فاهم، فانت بتتكلم في صحيح. حتى غلطت في اسمهم يعني ما شاء الله عليهم يعني. طيب الهدف الثاني يا صبر ماشي، الهدف الثاني يا كابتن علاء اهي دي كانت جايه على فكره هجمه مرتده، كوره جايه يعني من قبلها لو معانا الصوره اللي قبلها كوره هجمه كانت مرتده، كان واحد على واحد للكهرباء، هو كهرباء فضل يلعبها لان كان في اتنين زياده بيرسي تاو وحسين الشحات كانوا رايحين، هو فضل يلعبها لمسه واحده بس هي عليت بالظبط، هي عليت قوي لكن هي العلو ده حسين طبعا يعني امتص مهاره ممتازه الامتصاص هو الجول مظبوط، يعني الامتصاص ده ما بعدتش فخلاص بعد كده كل حاجه سهله مظبوط، لو حد غير حسين وجاي امتص وبعدت خطوه ان الراجل كان قريب جدا ليه كان هنا كان هيحط رجله هتخبط في رجله، لكن هو الامتصاص هو اللي بالظبط 80% من الجول والتسديده طبعا جامده قوي على الارض وبص على الجول كويس شاف الحته الفاضيه بالظبط، هو الحارس كمان ما يقدرش يعمل لها حاجه وقويه وعلى الارض الموضوع بقى صعب جدا الحارس، هدف حلو لحسين في شغل لان هي مش سهله على فكره الكره العاليه دي عشان تقف كده اه لا لا مش سهله وهي واخده وقت كبير قوي في الهواء فلا مش اي حد يقدر يمتص الكوره كده صحيح. طيب الهدف الثالث لو معانا سمير اهو الهدف الثالث كابتن اسامه طبعا احمد عبد القادر لما نزل هو في الغالب بيلعب ناحيه الشمال أيوة. النهارده لعبه ناحيه اليمين وكريستو هو اللي ناحيه الشمال، اختراق من الجنب اليمين جوه ال 18 في تكتل حواليه لكن هو رقص وعدل الكره على رجله الشمال، ممكن الجون يكون متوقع انه يحطها في الناحيه البعيده ايوه مزبوط. يحطها في البعيده فهو قفل رجله هو لكن احمد عبد القادر قفل رجله في الزاويه الضيقه الجون كان فاتح حرك شويه اتحرك شويه على الزاويه البعيده فمشى على الارض والكور بالذات اللي على الارض هي كانت سريعه وصعبه بعد ما الجون فتح الزاويه الناحيه الثانيه نكمل تاني فرايحه في اخر حته في الزاويه القريبه تصرف كويس طبعا من احمد عبد القادر وسط الزحمه ديت صحيح وهدف جميل يعني صحيح. نرجع للكابتن شريف مره ثانيه، كابتن شريف يكمل يا كابتن عادل بعد اذنك التشكيل ده عنده لسه هات فراوده بس لا هو عايز فراوده ايوه هيقولهم بقى عنده هات فراوده ناس ثلاثه التشكيل من الاول ثاني لا 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 هات فراوده بس طيب ماشي هيبقى احمد عبد القادر وكهربا وتاو احمد عبد القادر وكهربا وتاو مش هتدي صلاح محسن من البدايه دي بتاعت مستر كولر بقى مش هو انا بقول لك انت مكان مستر كولر دلوقتي يعني انت حطيت ال10 لعيبه وجاي على ده مستر كولر يعني انت مش عايز نسيب للراجل واحد يعني ال10 لعيبه انت اللي عامل يعني انتوا انت غيرت ثانيه واحده انت غيرت درجاتي عندكم سوبر فريق انت غيرت الفرقه كلها وجاي على صلاح محسن اسيبه كولر انا بنصحك يا جماعه لا عادي لا عادي لا انا مش عايز تشكيل اي حد لا مش تشكيل انا بكلمك على تغيير طيب عادي بقى عادل انا عشان اي حد هيبقى عادل انا تغيير وتشكيل في الاخر في الدقيقه في الدقيقه 66 يا كابتن علاء كابتن مستر كولر عمل ثلاث تغييرات قفشه اتكلم عليه كابتن شريف مكان امام كريستو مكان الشحات انا بالنسبه لي كانت مفاجاه انت متخيل عبد القادر هو اللي هيبقى دي هو الاولويه تمام يعني عبد القادر يعني اجهز من الموسم اللي فات ولعب المباراه وكان موجود معاه لكن لحد ما كريستو كان بعيد شويه لكن بص يا ايمن النتيجه والارتياحيه والفريق اللي قدامك بيديك حاجات انت يعني ممكن يكون كولر ما كانش محضر كريستو لكن هو لقى فرصه يدي الواحد بعيد شويه عن عبد القادر والامور سهله فقال لك يعني بص النتيجة والفريق بيخلي المدير الفني بيحاول يكسب المباراة دي يكسبها كل دقيقة يكسب منها ومكسب ليه هو يعني هو عبد القادر لحد ما هو مطمن لمستواه وشكله كده بس كريستو عايز يروح يرجع فاهمني فقال لك طب ما النهارده في الوقت الحلو ده وفريق إلى حد ما مناسب مش هيحصل حاجة تدي كريستو على فكرة وجهة نظر طلعت صح إن كريستو أدى الفترة لعبة كويس جدا أنا كنت متخيل إن عبد القادر هو اللي بأول لا لكن عبد القادر نزل بعدها عبد القادر يعني الاول صلاح محسن كمان نزل صلاح مكان كهربا 66 برضه 66 برضه صح ودي برضه يعني كان تغيير متوقع يعني دي انا ما استغربتش التغيير ده هو برضه عايز يدخل صلاح في فورمه المباريات فكهربا لعب 66 دقيقه يبقى
صلاح ممكن لما ياخد الشويه دول هيجي معاه في المباريات، يدخل في اجواء المباراه، في اجواء المباراه تمام. لكن انا بقول لك انا كان بالنسبه لي كان كريستو هو اللي بعد عبد القادر لو كان بيفكر فيه، لكن مش قبل عبد القادر. لكن ويسا. هي تغييرات كلها على فكره الكولر كلها ايجابيه وتحسب له، وساعده الخصم وساعده نتيجة المباراة، المنافس يعني يساعد تام كل حاجة، ونتيجة المباراة مريحة جدا ما عندوش مشكلة. مش هكلمك على التشكيل، ولكن مستر كولر فكره ورؤيته ايه للماتش الجاي؟ مش هيعمل تغيير كامل في الفريق، مش كولر بيعمل كده، هيغير بعض الأشخاص لكن هتلاقي فيه ثوابت في الملعب. يعني النسبة الأكبر هي العناصر يعني الأساسية، يعني ممكن يعني لو غير ممكن تغير أربعة مثلا، لكن هو أو تلاتة أربعة بكتير. هو فعلا هو كده، ده بيبقى فكر. يعني كابتن شريف مثلا على فكرة بتفق معاه جدا، مع كابتن شريف بتفق مع كابتن شريف الكلام اللي قاله ده كله، بس بهزر وبضحك، لكن أنا متفق معاه. ليه ما لعبش بالناس ما بتلعبش والأمور كويسة وما عنديش مشكلة في الفريق المنافس، لكن مش كولر. كولر دايما متحفظ الحتة دي خصوصا نايم. يعني علاء علي معلول هقول لك حاجة، بس هقول لك حضرتك حاجة. كنا في الاستوديو تقريبا كنا نفس الاشخاص، ما اعرفش، وكنا بنتكلم على راحه علي معلول في مباراه مهمه جدا كانت ماتش المقاولين. وكلنا اجمعنا علي معلول في الملعب، كلنا اجمعنا وانت قبل سان داونز على طول، سان داونز فريق مش هيدا افريقيا، وكابتن شريف كان قاعد هناك نفس القعده، وكابتن شريف كان موجود، وقلنا كلنا اجمعنا ان علي معلول هي لازم يريح، لان اولا تعبان جدا وعندك مباراه صعبه جدا في جنوب افريقيا. صح، لاعب علي معلول ومباراه ملهاش اي تاثير عندك، فده فكر مدير فني، احنا افكارنا غير. انا بقول لك انا يعني بتفع كابتن شريف تماما، يعني ممكن اختلف بس في اثنين او في واحد او اثنين، لكن انا لو انا ما غيرش الناس دي كلها ورايحها ليه ما تقلقش كمان، ما قلقش، ما فيش قلق لحاجه. ايمن اللي هيلعب ده عايز يقول انا موجود وكويس، دي حاجه عايز يثبت يقول انا موجود، لان المنافسه صعبه جدا طول الموسم، فعايز يبقى انا موجود مع يعني خليني في تفكيرك. الحاجه الثانيه والاحسن واللي بالنسبه لي ما عنديش مشكله، المنافس مش هيعمل لي حاجه والنتيجة مريحة جدا، بس في ناس مثلا ما عندهاش الخبرة الافريقية، زي مثلا خبرة الماتشات الافريقية، زي مثلا كريم الدبيس يلعب فرصة يا ايمن هتديله. يعني بص يا ايمن، انت دايما اللعيب بتدوره على فرصة ومناخ مريح قوي، في احسن من المباراة القادمة في الحاجة ده؟ هو ده مكاسب الماتش ده، ايوه ما فيش. يعني انت احسن وقت يا ايمن ان شاء الله من الجمعة عايز تدي كريم، هتديله، هياخد خبرات افريقيه وتحسب له ماتش افريقي، والماتش ما فيهوش مشكله بالنسبه لك ان هو منتهي تماما، هي 90 دقيقه زي ما عادل بيتكلم، لكن هو منتهي النتيجه منتهيه، وانت مهما كان مين اللي هيلعب هو مستواه اعلى من المنافس، دي ما فيهاش شك تماما. كريم او غير كريم، اي حد هيبقى موجود في المباراه دي هو مستواه الفني والبدني احسن من المنافس تمام، فما فيش مشكله. ما بيبقاش عليه ضغوط يا كابتن خالص. الضغوط ايه يا ايمن؟ انا اول مباراه ليا في افريقيا وعايز اثبت نفسي وبلعب مكان علي معلول. جميل، انا معاك في ده، بس هو كريم لعب قبل كده واثبت على فكره، وكان كابتن شريف برده اثنى عليه في المباراه، لعب والولد قدم مباراه كويس. في افريقيا ما عنديش مشكله، لان الامور اللي قبل المباراه بتساعدني انا كلاعب ان انا اخش المباراه ما فيش توتر. هو ايه هيلعب عليه يوسف وفانا؟ انت فهمنا يا كابتن شريف، مش مشدود يا ايمن، كل الظروف مهيئه ان انا اعمل مباراه كويسه. ففرصة على فكرة يستغلها كولر كويس قوي لو فكر زي ما احنا بنفكر كده، لكن هو ما اعتقدش فكره زينا خالص يعني. طيب كابتن أسامة، بقية التغييرات وهكلمك على التشكيل مستر كولر المباراة الجاية إن شاء الله. أحمد عبد القادر مكان بيرسي تاو في الدقيقة 77، وأحمد عبد القادر يعني بنتكلم على نزل 13 دقيقة زائد الوقت الإضافي الأربع دقايق أو ثلاث دقايق واحرز هدف وظهر بصوره جيده. مظبوط. النهارده زي ماتش المصري، كولر جه اخر 10 دقائق ربع ساعه غير الخمس لعيبه مع بعض. النتيجه كانت مريحه وعمل خمس تغييرات مع بعض، ويمكن دي اول مره يعمل خمس تغييرات مع بعض. النهارده برضو غير ثلاثه في الدقيقه 66، وفي الدقيقه 77 نزل كوكا مكان مروان عطيه واحمد عبد القادر مكان تاو. عبد القادر زي ما قلنا نزل في الجنب اليمين لانه كريستو كان بيلعب في الجنب الشمال، عمل حركه مشتاق ان يلعب. يعني الماتش كان مفتوح ومتسهل، تملي اللعيبه ايمن اللي بتنزل والنتيجه مريحه والماتش يعني منافس متواضع كمان يا اسامه،
بيبقى عنده نشوه وبقاله كتير ما بيلعبش، بيبقى عنده نشوه وعايز يطلع حاجات كتير. فاحمد نزل وعمل حركه ناحيه الجنب اليمين رغم ان هو زي ما قلنا بيلعب اكتر ناحيه الجنب الشمال، عمل كره بدماغه جنب القايم جاب جول بس دي ما لبستش قوي كويس. لكن الجون طبعا جابه بمهاره واقتدار، يعني دخل في وسط الزحمه ورقص وحطها في الضيقه، ويعني الوقت اللي لعبه كان ضيق لكن انتج فيه وجاب جون وعمل حركه فيه كويس. لو انت بقى مكان مستر كوره تلعب بمين الماتش الجاي؟ هو الماتش المقاولين امتى اللي بعد الماتش الجاي؟ لا احنا عندنا 29 ان شاء الله، بس عندنا المفروض من المفترض ان مباراه انبي اللي هو في الدور قبل النهائي في كاس مصر السنه اللي فاتت يوم 4 اكتوبر، والماتش ده يوم 29 يوم 29 الجمعه، يعني انت بتتكلم عن جمعه واربع، يعني بتتكلم على فرق 3 4 ايام بين المباراتين، 4 ايام. لا بس برضو يعني مريح، بس هو لو عايز يريحهم قوي يعني ممكن يعمل مثلا 4 تغييرات، مش ضروري يعمل كل التغييرات دي. انت لو مكانه تعمل تغييرات كبيره ولا اقصى حاجه 3 4 لعيبه وخلاص؟ لا مش هعمل تغييرات كتيره قوي، يعني ضد الكابتن شريف 3 4. لا مش ضد، وجهه نظر يعني. بص يا ايمن، بص يا ايمن ما يعني ما جيش مثلا في الخط الخلفي وغير 4 تغييرات مره واحده ليه؟ هو في حد بيهجم عليك اصلا؟ ماشي معلش، برضو في ثبات. مش فاهم انا بساله سؤال دلوقتي يا كابتن شريف، ما راحتش الناحيه الثانيه. ماشي ده نلعب باثنين ورا وخمسه في النص. يا كابتن شريف، يا كابتن شريف الراجل هو المدير الفني دلوقتي وبيحط الفريق. انا اللي بسال السؤال. ايوه بالظبط، عشان كده انت اتفضل يا كابتن اسامه. ف اذا مثلا فكرت ان مصطفى شوبير اللي يلعب والدبيس انه يلعب عشان علي معلول بيلعب كتير، اثبت الثلاثه التانيين. ممكن ياسر ابراهيم، ياسر ممكن ياخد مكان ياسر لانه ياسر بيلعب. يعتبر اساسي في الفرقه، لكن هاني ومحمد عبد المنعم لازم عشان كمان ما خلخلش مثلا لو مصطفى لعب او الدبيس ما خلخلش. فاهم قصدك صح. نفس في نص الملعب نفس الشيء، يعني مش حاجه غير الثلاثه مره واحده، يعني ممكن العب مثلا بمروان بديانج مثلا او امام، العب بالاثنين، العب بديانج ومروان، ممكن العب بالاثنين او هشيل واحد فيهم زي ديانج او زي مروان ولاعب قفشه مثلا وامام كويس. وقدام في الثلاثي اللي ما بيلعبوش كتير طبعا، رضا سليم هيرجع لانه الوقف خلص، بس خلي بالك انت لو لعبت امام هتلعب بطريقه ولو لعبت قفشه هتلعب بطريقه ثانيه خالص. لا ليه؟ ليه؟ ما قفشه السنه اللي فاتت كتير كان بيلعبوا في الثلاثه، وكان ماشي. بياخد الجنب الشمال شويه لما كان حمدي فتحي بياخد مثلا الجنب اليمين، يعني لو كان مروان مثلا في العمق ساعات كان بيلعب حمدي وقفشه، يعني حمدي مثلا يمين وقفشه شمال او العكس. بس قفشه بيجيد اصلا امام الاثنين اللي في نص الملعب، ما قلناش ان هو هيلعب رقم 8، يعني لو هو الثالث بتاع نص الملعب لو هم ثلاثه بنفس اللي هيعمله حمدي او امام او باسلوب تاني، هو بيخش للعمق اكتر لكن بيجي بي 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 بيميل في النواحي الدفاعيه للنقل الجزئيه دي. ماشي، فممكن جدا، وخاصه زي ما شفنا الفرقه يعني مش هبقى قلقان قوي يعني. هو معلول، ما انا قلت لك الدبيس، هو قال الدبيس وريح معلول، وده واقف لك على الواحده. احنا خلاص ادينا لك الفرصه يا كابتن شريف وخدت فرصتك وخلاص، خلينا نشوف المدير الفني. خلينا نشوف المدير الفني الصاعد. انا عايز اعرف الروح اللي حواليا. لا ما ده الروح دي لو سمحت انت بص رايك على حد. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا استاذ. دي ايه؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل يا خرج اللي عندك. انت غريب على فكره. في الخط الامامي رضا سليم رجع مش كده؟ رضا سليم هيرجع الماتش الجاي. خلاص هو مش واقف ماتش واحد. مين؟ يعني رضا سليم. رضا سليم كده هتبرجل الفرقه يلعب، لانه يعني ابتدى يخش في العناصر الاساسيه في الفرقه. هتلعبه ناحيه اليمين؟ ماشي عادي. ماشي، وحسين الشحات لو لعبته ناحيه اليمين يبقى انت هتريح بيرسيتاو. ماشي، ما فيش مشكله. ماشي خلاص. رضا سليم، حسين الشحات، وقدام كهربا زي ما هو، وبعد كده يغير بقى زي ما هو عايز. يعني كهربا يبتدي المباراه، كهربا ورضا ومثلا ورضا وحسين الشحات. يعني انا اللي انا اقصده ان ما بقاش الفرقه متغير يعني بنسبه
يعني اربع تغييرات اربع تغييرات ولا حاجه بالذات الخط الخلفي. انت غير كابتن شريف تفكيرك ودي على فكره من وجهه نظر مدرب. وجهه نظر مدرب لا بس ده مدرب. انا عايز اسال سؤال اتفضل بسرعه بس. هو ياسر ابراهيم وقفشه واي حد تاني بيلعب في الفرقه دول مش اساسيين؟ اساسيين عناصر اساسيه في الفريق. انا ما غيرتش حاجه يعني. طبعا طبعا انت رجعت في كلامك. انا معاك يا كابتن. لا مش رجعت. لا رجعت في كلامك. هم دول والله مختاروا. رجعت في كلامك دول اساسيين. خلاص ايمن انا رجعت في كلامك وسامع اقناعك. خليك في فرقتك. ماشي يا كابتن شريف انا معاك صح. اه بس الراجل ده عيني مستني بقاله كتير ساعة عايز يتكلم عيني المره ولا عايز يتكلم ولا حاجه. سمع كلام السفير. لا والله لا والله حابب اقول لكم موضوع السفير ده بس بره في الاستوديو. الاخر تغيير كان في نفس الدقيقه دي 77 كوكا مكان مروان عطيه. بص يا كابتن التغييرات كلها ما كانش معمول اهداف تكتيكيه. انت بتلعب لعيبه عشان انت شفت الخصم وصلت المرحله فانت كويس. كنت عايز تجهز يعني كل التغييرات دي تغييرات تجهيز كويس. واعطاء فرص ومشاركه كويس. خلينا نتكلم كلام منطقي. الحاجة التانية المهمة كمان التريح. انك بتريح وانك ممكن تلعب ده والتعب ده دي مش كولر بس ده معاه جهازه ومعاه بتاع احماله خطة احمال ومعاه مين اللي ممكن يلعب الماتش الجاي وتديله فرص اكتر وعشان تريحه امتى علشان هما بيشتغلوا بالدقايق وبيشتغلوا كويس. شغل احتراف 100%. حلو. حتى لو بيشتغلوا بالدقايق انت كمدير فني ليك رؤيه وليك فكر وليك فلسفه معينه. بعد ماتش النهارده وانت كسبان 3 والماتش العوده ماتش العوده على ملعبك برضو ولكن هو يعتبر ماتش النهارده ماتش ذهاب خلاص. اه تمام. ماتش العوده على ملعبك كسبان 3-0 تشكيلك لو انت مكان مستر كولر هتبقى مع الكابتن شريف اللي هو هيغير 6 7 8 لعيبه ولا حسب رؤيه كابتن اسامه وكابتن علاء مايوب في ان لا التغيير يبقى في نطاق ضيق ما تعداش الثلاث اربع لعيبه. طبعا انا اقول لك حاجه مهمه قبل التغييرات وقبل الحاجات دي. هو عامل كان استراتيجيه للاعبين وعنده احصائيات للاعبين وهيلعب امتى وهيلعب امتى. ده شغل كولر. انتهت المباراه. لا ده شغل كولر. كولر مش مدرب هاوي. كويس. ده راجل محترف بيشتغل بالدقايق وعنده مدرب احمال وعنده مخطط احمال بيتحكموا في الدقايق اللي بيلعبوا فيها اللعيبه. علشان هم بيعتبروا اللعيبه مش الات. اللاعب بيجهزوا ممكن يجهزوا كده. لكن وجهه نظري انا لو انا متواجد كويس. انا ما احبش اشيل الفرقه كلها طبعا. طيب. انا مع الخطوط ما شيلش من الخط اكتر من يعني الخط الدفاع ما شيلش الا واحد. طب لو انت نص عملت الملعب ممكن اشيل اثنين ماشي. الفراوده اشيل اثنين كويس. خمسه مثلا لو عملت التشكيل انت تشكيلك انت بالنسبه للمباراه القادمه. انا يعني انا من وجهه نظري خلينا اشتغل على قدام الاول ماشي. اول حاجه ماشي. اللي لعبوا النهارده ما بداش بالثلاثه يعني صلاح ثلاثه اقول لك حاجه ماشي اتفضل. مستر كولر اصلا السنه اللي فاتت لو تفتكروا كان احيانا في البدايه كان بيلعب بثلاثه ويغيرهم تاني ماتش كان بيحضر الستة انت فهمتني تمام. فانا عاوز مثلا واحد زي عبد القادر ياخد نفس مباريات واداء مباريات تبدا بيه. طبعا عايز صلاح محسن ياخد رتم المباريات. كهربا خد رتم المباريات. التالت صلاح محسن يلعب في رتم التالت رضا سليم لو رجع علشان يجهز ادي تلاتة كويس. والتلاتة يبقى ما بداوش كويس. انزل على نص الملعب في تلاتة. هو لاعب كوكا الماتش اللي قبله وبعد اللعب مروان الماتش ده مزبوط. هو لو عنده حد تالت مثلا انا عندي قفشه لازم يكون متواجد جوه الملعب. لا قفشه من اللعيبه المهمين جدا اللي بينزل يغير لك نتيجه المباراه بيغير لك شكل المباراه. وراه مين او جنبه مين يعني بص دي على حسب الجهد اللي بيعمله يعني ديانج ماشي. لما ما هو في فرق ما بين ديانج ومروان. لو انت اتفرجت على ديانج وجبنا احصائياتهم هتلاقي ديانج لعب له حوالي جري له في المباراه حوالي مثلا 11 كيلو في المباراه. ممكن مروان عطيه بيلعب بيجري 9 كيلو يبقى انا اللاعب اللي جري 9 كيلو في المباراه مروان عطيه ماشي. علشان يكون ده ادى مجهود مروان وقفشه يعني مروان قفشه والتالت مين بقى؟ يعني التالت على حسب يعني تشكيلي انا ممكن تدي كوكا مثلا لا انا ما اديش يعني طيب. لا انا ادي واحد انا
متامل فيه انه يبقى قريب في الملعب. يعني اتامل فيه انه هيبقى قريب في الملعب لو يعني جاهز. لو جاهز ممكن اشوف مين اللي عندي واودي له. يعني انا عندي مثلا امام ما يلعبش الماتش اللي جاي. امام يريح لانه لعيب مهم. مين التاني؟ لعيب مهم يعني ممكن كريستو يبقى ناحيه الشمال في تحت في وسط الملعب. ما انت ما عندكش مشكله. انت كده مغير سته. حته السرد باكات انت مغير سته كده. حته السرد باكات والحاجات دي اللي انا ثبت فيها بقى شويه. اشيل واحد منهم ياسر ابراهيم مكان محمد عبد المنعم. ايوه انت معايا. وعلي معلول اللي غيره بس. ومصطفى شوبير اهم ما في الموضوع انك لازم تبدا بمصطفى شوبير. انت غيرت التسعه ليه؟ عشان مصطفى شوبير لازم ثمانية. كده ثمانية. غيرت ثمانية. طيب خلاص. تغيرت تسعة. لو براحته هو المدير الفني. هو زعلان مني ليه؟ هو المدير الفني. انا بقول لك انا يعني ليه وجهة نظر. معلش هنمشيها. هو انت ايه الدكتاتورية اللي انت فيها دي؟ انا مش فاهمك. وانت عايز كل التشجيع معاك انت؟ لا لا تسعة انا غيرت ثمانية. ماشي كابتن شريف. خلاص في الاخر. ان انا غيرت الفرقة كلها. انت ليه دكتاتور؟ كابتن. وزعلانين ان انا اديت الراجل واحد بس. انت خليت المدرب بتاعنا ياخد مرة واحد بس التشكيل وانت اللي غيرت كله. صحيح. طيب نجم مباراة اليوم. حسين الشحات. حسين الشحات عامل مباراة كبيرة جدا. على حسين الشحات. كابتن اسامه. حسين الشحات. كابتن عاد. على رايك كابتن حسين الشحات. يبقى حسين الشحات هو رجل لقاء اليوم. هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه لمباراه اليوم. انتظرونا.